غشانا. اهلا وسهلا مرحبا. يا مرحبا هلا بالصنادق. بالله ايش رايكم فيني اليوم؟ اليوم انتم اليوم رسمين ليش؟ لا انت واقعي. لا انت ايه لا انا الحين عايش الرياليتي. ايه هو واقعي الحين. اي نعم هذه يسمونها الواقعي. شوف لا لا امسح امسح ما لها دخل. المفروض أيوة. تلبس لكل حادثة حديث لبوسها. ايوه اوف. وانا من باب اني مثل ما اقول لكم كل ليله اني اخبركم ترى ازعجتنا والله واني احسبني والله انا عشان نشوف يمكن طيب. شوف يمكن الجمهور برضو يحكمون. والله شوف العمر ما يفرق. صدق اسامه بن زيد قاد الجيش رضي الله وهو اصغر الموجودين وخلفه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. انا احسن انك تمدحني في الطول. هو بطول الكبر والصغر ما هي علامة. كم من كبير ظننته عاقلا وكم من صغير ظننته جاهلا فإذا بك تتفاجأ. الإجابة النهائية بالعكس الإجابة النهائية أحتفظ به لنفسي. عندي فكرة بسوي مسابقة على هاشتاك اللي يجيب عمري الصح له عسل. له عسل جائزة. مرة طيب خلص توكلنا على الله. أسرع مسابقة سيف الجنوب أربعة طبعا فور. لا أربعة لا فور. نعم رجاء لا تروحوا لصيف الجنوب اللي في صيف الجنوب الحالة. لا صيف الجنوب فور ما راح نسحب إلا من صيف الجنوب فور. الله عليك يا سلام. صيف حلو. الجنوب فور اللي يجيب العمر عسل ووصله له مجانا. مسابقة خطيرة والله. شوف صدقني إيه؟ لأني أنا يعني الحمد لله أعرف نفسي جيدا أنا رجل موفق وعلشان الحين بس نقول للجمهور السؤال يخصني تشوف الهاشتاج كيف بيصير باذن الله. اليوم ان شاء الله فيها في حاجه جميله عن الجنوب ويعني تشوفون الحاجه الحلوه باذن الله عز وجل بعد تقريبا فتره زمنيه. يا سلام. طيب انا ابشركم ببشاره اسلم اني حصلت الانشوده اللي ضاعت علي امس. مبروك. كنت ولا امس وترى وانا افكر ما تضيع على تقولها ما شاء الله. بس لحظه بس انت امس يقولها أيوة. انا بديت انشد امس انشوده رهيبه حق انا بشره وصلت حرف الحاء سكتني انت الحين طول انت الله يعين. خلص واضح من الذين مره طويله. لا ما لا طويلة. روح روح مطويه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اعتذر منك يا اسامه. سامحني طبعا عاد اللي عاد الصوت يمكن لا 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 كبيرنا وكذا ما يحتاج لا ما نكبر منك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نشوف الصدى وينه. بسم الله يقول على صدى دنيا عجيبة ما صفت لي على حال ومن الخطا والذنب يا نفس تبنى العمر يمضي والليالي لها جال وما علمنا ما نفنا نسبنا دنيا عجيبة ما صفت لي على حال ومن الخطا والذنب يا نفس تبنى العمر يمضي والليالي لها جال وما علمنا ما نفانا نسبنا فكري تعدى الغيم والجسم لازال يمشي بدنيا ما تساوي تعبنا يا نفس لا ترضين بلا أرض منزل وفوق السماء لك قصر بالذكر يا ابنا عيشي معي لله والهمة جبال والفكر سامي والمعالي طلبنا نحيا على وقت الفتن مثل الأبطال نبني أمل ومن التجارب شربنا
كم واحد عنده أمان ولا طال ماتت معه ومن المنايا قربنا في رب ثبتنا على كل الأحوال يوم الممات يوم نخذ كتبنا الله يجيبك صوتك يعني ما شاء الله تبارك انا صدقنا المفروض هذه الشوده عليها مناظر من التراث بتجي القصيده فيها يعني اللحن ممتاز شفت الرجال اللي بيخش الشوده هذه بصوت الجميل المنشد الرائع حامد الحلافي اللحن اي وش قلت انا قلت الشوده بصوت لا ما هو بصوت لا هو بصوت لحن قصدي من الحان من الحان على طاري على طاري تفضل لا والله لا انا ما عندي ظلم داخله بس انه دام انه قال نشيد ايوه قصتي ناطيه بعدها نشيد طيب لا لازم تريح لا لازم يا اخي تبغى تاكل علي الصوت انك تبشر خليني شوي في الصوت شوف انا شوف ما هو وقتك لا 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 هذا انا صادق ما هو هذا زعلان مني طبعا يا جمهور هذا الرجال قبل والله في عمي قايل لا سويت في حركه قبل ايوه هذا قال لي والله لا رد عليك عنده لا والله لا انا اقصد انت ما خليتني اكمل سات فيني الظن استغفر الله تدري ليه والله انا قلت ما هو ترى وضعنا كذا في الفندق والله مقاحرات لا تكلم عن نفسك انا وضعنا نفسك انا ماني انا سلطان فالينا على اخر مره اي والله انا مستعجل متغدين سوا واضح متقهوين صاحين الصبح قلبوا علي ايوه شوف افزع معي يا اسامه تكفى انا اقصد صوتك جميل الله في اذا جيت بعد فارس ايش كان بيدير لا صدق اذا جيت بعد فارس شفت الروز رايز اذا وقفت ورا مازدا غلط التشبيه بس انه والله صح لا 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 طيب. لا لا التشبيه انت تجيب اناشيد اسلاميه انت تجيب اناشيد فيها على ما قالوا فيها لغه عربيه وسيده طيب هذا جاب تراث لا اصبر انا قلت سلطان عنده مشاركه ثم انت تكسر من الروتين وتعطينا هذيك اللي يقولون طيب اللي يقولون بالهاشتاج يا الله يا صوت اسامه يا جمالك يا اسامه نظام طيب ما قلنا شيء انا اقول دقيقه ما هو وقتك تفضل يا والله مره موضوع طويل المايك عندي بصراحه انا يعجبني يستعجل مشكلته يستعجل عرفت ما استهبل خلاص يا شباب ترى سلطان روح يا ابو حسن جاي بس غيرك طيب والله اني كنت بتكلم في نقطه واني ضيعتها من انا احس ايوه لا انا في البدايه تكلمنا عن العمر وما العمر وانا بدخل من الموضوع هذا في نقطه ممكن نواجهها كثير في حياتنا اللي هي موضوع استحقار الناس بالعمر انا من وجهه نظري انا اقيم الشخص باعماله وافعاله وليس بعمره صح حلو في ناس 40 لما تشوف فعله والله ما تعطيه 9 سنوات صح والعكس كذلك في ناس 9 سنوات يقود بيت ومسؤوليات عليه كبيره جدا عرفت فانا كنت بتطرق من ناحيه صح. العمر ما نحكم على العمر مهما كان هي كانت دعابه مع الاخ عادل فكويس احنا نبغى عمر سنتشت. عادل هذه منتهي منها والهاشتاج الان نشوف كم عمره انا شوف انا ما احنا ما احنا نصرف لازم الجائزه انا اقول عمري خلاص خلاص سامح لا لا بتحرجون يعني لا والله او أنا اني انا بنحرج يعني ليش تنحرج ليش الامور طيبه يا ابو عمار ما ينفعش الامور طيبه الزبده اني من الدنيا فداك اسلم يا اسامه اسلم من قال سالم افضل فاصل ما يسعدك تلف قلبك الله يخليك هذه والله طلبوها كثير قلت والله انكم تمشون عند اليوم يمكن يكون اليوم مناسب لها حلو يقول لك الله اللي صجيت نبها قبل ما يا سلام انت يلي شايف حالك شنها يا صاح من بالك تحسبني بتعنى لك يا حبيبي في الضاسيرة تحسبني بتعنى لك يا حبيبي في الضاسيرة انت ما
تستاهل إحساسي ولا تستاهل تعب راسي كلها طاحت على راسي لين عفت العيش بالديرة كلها طاحت على راسي لين عفت العيش بالديرة انت ما حبيت بالفاتي انت بس تحب أبياتي صرت محبوب بمعاناتي الله السلوان والخير يومك انت المغرب جيني ويوم حبتك تخليني يا حسايف راحت سنيني بس ما هو الفن تكشيرة يا حسايف راحت سنيني بس ما هو الفن تكشيرة والله انه يستاهل هذا اللي ينشب يستاهل والله يا اخي والله شوف والله يستاهل اول شيء بسم الله على الصوت وهذا ما شاء الله يعني ما شاء الله الشيء الثاني والله انا استفدت من الابيات الاخيره يقول ايش ضاع عمري وهذه والله رساله ان الواحد يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ويحب الحب والله من جد لانه الحين انتشرت قضايا الحب والتعلق بغير الله سواء بين في مجتمع معين او حتى على مستوى مثلا مشاهير الاشياء هذه هذا الموضوع بالفعل انتشر بشكل كبير الاعجاب التعلق بشكل كبير الواحد يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ضياع للاعمار ضياع للاوقات ضياع للصحه يعني في بعض الناس يتعنى بشخص معين وهذه ممكن تحصل مع كثير من المشاهير انه في جمهور مثلا يعني عدد معين يحبه وما ادري ويش ومن هالقبيل وهو ما درى عنه وهذاك تروح صحته يعني تعب وروحه زي الأفريقة اي نعم شوف فهذه رساله ان الواحد سواء للشاب او الفتاه انه يجعل حبه يوفر هذا الحب الامه والابوه والاخوانه والخواته اذا انت شاب وتحب يا اخي وفر الحب هذا لخواتك ما هم يستاهلون الكلمة الطيبة ما هم يستاهلون الكلمة الجميلة الهدية بدل ما تروح تهدي وتروح وتتعب أعط خواتك الأخت كذلك بدل ما تنحبسين في الغرفة وأشياء وبلاوي كثيرة اجلسي مع أخوانك صارحيهم بالكلام الطيب اخدميهم علشان لو عرستي بعدين يقولون الله يسر أمرها أنا لي تعليق بسيط عليك على 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 موضوعك ما في أحد في الدنيا ما يحب أن الناس تحبه أنا من الناس اللي أتمنى الجميع يحبني نعم. عرفت؟ لكن ما بيك تحبني لشكلي هذا هو لا والله بعدني لا تحبني لشكلي ولا شيء من زيني بس لا تحبني لشكلي حبني الفعلي للي أقدمه بالفعل حب الشيء اللي أنا أقدمه صح عرفت؟ لا تتعلق مثلا أنا بقول لك يعني لا تعلق نفسك في شخص مو بلك هذا هو هذا واحد الشيء الثاني ما ننكر أنا أتمنى الناس كلهم يحبوني أتمنى في الشارع أمشي والناس تقول والله أننا نحبك بالعكس يا أخي والله أني أفرح لكن لا تحبني لشكلي او تحبني مثلا لاشياء دنيويه حبني لشيء قدمته شيء نفعتك فيه هذا اين هذا في ناس سبحان الله احنا نواجهها في حياتنا مثلا قابلت عادل اول ما شفتك يا اخي دخلت قلبي ليه ايش السبب كبير طبعا في السن ما شاء الله وشايب وكل شيء ايش اللي خلى الموضوع ذا كله افعاله ممكن علاقته مع الله سبحانه وتعالى طبعا تحمس ابغى يجاوب لا 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 انا عارف بس كيف عرفت اني شايب؟ عارف خلاص يا عدل انا في وزايج بيننا عيش وملح في وزايج ما تحجل العيش والملح في العمر خلاص لو على العيش والملح انت اكبر واحد سلم المهم فانا كان الموضوع حاول لا لا والله طبعا على فكره فارس من الزملاء ايام الثانويه ما شاء الله اي والله انا اعرفكم حاجه ما كنت اعرفه طبعا في المدرسه زي 400 طالب 500 طالب بس اعرف في المدرسه اتحداك بايش اعرفه مقصد طول السنه ولابس ثوب ازرق ما شاء الله ذكرتني بزيد رصيدك كنت ما عندي الا ثوبين يا اخي سبحان الله الواحد اذا حب ثوب بعدين انت بالغ ترى جزاك الله خير وش اللي ثوب واحد؟ انت ثوب واحد ما شفتك الا بالثوب ذاك مشكلتك مشكلتك يا عادل اذا كنت طيب سؤال انا سؤال بحرجكم انتوا الاثنين ايوه تفضل وما في مفر لازم تجاوبون انا بجاوب والله لازم تجاوب انا جاهز والله لازم تجاوب تم ان شاء الله هذا ما احلف عليه لكن انا احلف عليك لاني مو عليك
الرجال ما حلف عليه. ولا طيب طيب ابشر 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 يلا. متى التزمت؟ ثانوي. صح الثانوي ما شاء الله. متى التزمت؟ ثانوي. بس لا اقول لك دقيقة السؤال مو هنا. لا لا السؤال هنا. عطنا موقف قبل لا تلتزم. كيف يعني؟ عطنا موقف لك سواء مضحك سواء محزن. موقف من الزحف ايام الزحف ولا لا ما في زحف ولا هج ولا لا ما في زحف بس يعني مواقف كثيره طيش الشباب يا اخي موقف يعني موقف ايش؟ الموقف موقف المضاربه اللي عند البقاله لا 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 غيرها في موقف مؤثر عندك يا عادل والله مؤثر ايش؟ بس ما ادري في مشكله حصلت و يعني الموضوع فيه عقوق والدين وكذا مع شخص ثاني كثير كثير عقوق لا صدق كثير لا لا في قصه استغفر الله طيب المشكله المواقف حقتك ما نسيتها لا بعلمك شيء انا خاف اني قلتها وانا كنت اصرف عليك لا 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 بس بعلمك شيء انا عند لحظه انا سالتني وتروح تقول انا اقول لك ابغى اصرفك لانك ما جاوبت لا عطنا عطنا موقف يا عادل ايوه طيب انا ادري انك تذكر شهد بالله انا مليء بالموقف بس عشان الوقت ها يعطيني موقف البقاله يوم ضارب تضحكون لكن ما بيعطيك اي بقال جحد اقول الموقف لا لا في زمان موقف في زمان موقف يعني انا كنت صغير كنت صغير واي طفل صغير عنده مشاكل وعنده اخطاء وعنده خويش وعنده فكان عندنا جار الله يمسيه بالخير اينما كان هذا الجار كانت عنده بنت صغيره وكنت امشي في الشارع واقابلها عند الباب إذا قابلت عند الباب تعرف في أطفال يألفون الناس عادي تزه ما يجيك في أطفال يخافون ما يألفون إلا أهله فهذه الفتاة الصغيرة كانت تجي عند الباب وأقابلها وتشوفني وتصيح وتبكي وتدخل البيت أنا يعني عجبني تستأنس تصرف هذا يعني تستأنس إي والله عجبني فجيت مرة وطلعت من الباب وتقفل الباب يا لعبتك عاد تنتظر قاعد الحيني ايوه وكنت اجي جيت عندها لين اقولها والله هنيك على المرح والظرافه اللي تملكها صراحه ما في ظرافه ذا الحين كيف سويت؟ باقي ما في ما في ظرافه انا فرحت انها تبكي انا صغير طبعا استغفر الله العظيم ف صاحت باعلى ما عندها وتبكي تعرف بكاء اللي يخاف من شيء وتبغى ترجع الباب مقفل وتطالع فيني يقول وترجع لين هربت يعني خلاص عرفت ان الوضع معروف هربت المهم الى يوم الثاني اقابلها اعطيها نفس اثر يوم من ايوه نفس الحركه وتبكي وتخش المهم جاء يوم من الايام اثاري ابوها يبغى يعرف من هو هذا اللي ليش بنتي تبكي؟ هل عليها مس؟ هل واحد يؤذيها؟ هل في واحد يصدمها؟ ما ايش المشكله؟ فحطها يوم من الايام طعم نزلها في الشارع وراح اندس انا شفتها فريسه والله وصلت لين عندها انا شفت يعني ما هي خايفه مثل الايام اللي راحت قلت بتزود الحركه ايوه قلت اوه هنا لازم نعطيها جرعه اقوى عشان يصير دق بالصايع جيت لعندها قلت ما بك صاحت اول ما صاحت ذاك المخمس من وراي طبعا اول ما صفقني كف على طول طلعت فيه كذا شوف كيف يعني عشان تدري اني صغير واهبل وكل شيء بعد ما صنني بكف اذني تقول طن قلت اذا انت رجال مد يدك والله عاد لك وجد اي والله ومطني باذني كذا شلني بعدين كان شكلي يرفع الضغط صغير ضعيف واهبل كذا مطني باذني كذا ونزلني والله لو عاد اشوف هذا ذلك انت طالع فيه انا بعد يعني انا متاثر وجهي صار فمي هنا مشيت وانا اعطيها الوضع المغدور فيه يعني انه ما امشي كذا اقول قسما بالله وشل الحذاء يعني لاني ما شردت ما انطلقت بسرعه مسوي الولد الواثق صامل انا اقسم بالله لو اجيك وطالع فيها مدني بعيد قلت زين انت رجال مد يدك ارجع كانت تجربه
من بعدها ما تعرضت للأطفال. نرحب نرحب بضيفنا الجميل وبيض الله وجهك على التجربة هذه، وحنا مع التجارب احنا معنا باقي عندك كثير جميل، وحنشوف الجنوب من السماء اليوم. ما شاء الله تبارك. يعني انت دائما تشوف من الارض كذا، انا اتابعها من السماء، راح نشوفها من السماء. نرحب بالمصور الجوي والجميل الاستاذ ماجد بن عون الاحمري. مرحبا الف يا ماجد. ارحبوا ارحبوا ارحبوا. يلا يا رب. الله يا كريم. انا جاي من السماء. ارحبوا. الباب ما ادري فتح مين ولا ايش. في فتحه كذا نفس الحركه اول يوم. الله يمسيكم بالخير. اهلا وسهلا. كيف حالكم طيبين؟ يا مرحبا. يا مرحبا. يلا حي المصور العالمي. مرحبا. كبرتني يا رجال. انت سمعت الموقف بس. انا اتسمع السؤال براك. الله يحييك. الله يمسيكم بالخير جميعا. يلا حي. حالكم طيبين؟ الله يسعدك. ايش اخبارك؟ الوسطى ارحب. راحتك بمليون. يلا حي. انت اسمع مليون شد كذا ان شاء الله. منك مو جد كذا هنا ابشر. والله اجيبها والله اجيبها. ما راح ساعدت فيها ما اقدر اجلس. الله يمسيك بالخير. كيف حالكم؟ يلا حي. يا مرحبا طيبين. ايش اخبارك؟ يلا استاذ ماجد. خوي فارس كيف حالك؟ طيب. نورتنا ووسعتنا بالطلة والجيه هذه الجميلة. الله يكرمكم. شرف لي والله اول شيء وجودي معكم. الله يسعدك. ودعوتكم المباركة الطيبة هذه. الله الشرف لنا. الله يكرمكم. والله الشرف لنا. الله يحييك. يا مرحبا. الله يسلمكم. انا كنت اتسمع قبل شوية سمعت في مسابقة فيها عسل. الله. نسينا. شوف الهاشتاج بالله. لا لا موجود الهاشتاج موجود. ابن الحظ ولا مو زين. يا سلام. بتطول وانت تبحث فيه. ما عندي. خليك تغششني يمكن شوية. تبغى العسل. ابشر. ابو عمار ما بيقصر الله يبيض وجهه. يبشر بالسعد. الله يكرمك. وبشرك ان هذا برضه مروج. بالله مروج عسل والله. باذن الله. اي والله عندي عسل اني احب اخاف. الله يكرمك. مالك هم. سلمت. نظبطك ان شاء الله بالعسل اللي يبيض الوجه. باذن الله. اول ما نطلع. والله ابشر. احنا نبغى نبدا بالقهوه نبغى نبدا بالكبير عرفت؟ الله يكرمك. انا ناشب بين الاثنين. الكبير بس الحين في اختلاف الاعمار. انت ضيف انت تاخذ الاول لكن يناشب بين الاثنين ذولا ما ادري من اعطي. هذا جدنا. بالله كذا توضح للجمهور مسابقه. لا ما عليه. سلام. في تحديد عمر وكذا عرفت. كويس. الله يحييك استاذ ماجد. طبعا الاستاذ ماجد قبل شوي ختمنا عادل بتجربه جميله جدا. اليوم احنا حنكون مع تجربه جميله وانتقاليه نتوقع انها فريده من نوعها يعني ان شاء الله. تجربه طيبه مع الاستاذ ماجد. فحياك الله ومرحبا ومسهلا. الله يكرمكم. وزي ما سلفت قبل شوي انا والله سعيد جدا بوجودي معكم. حتى اللوكيشن لما انا طالب في بعض الحلقات لكم بسيط والواحد يحس انه في بيته ومع اخوانه ويسولف بس ما في تكلف ولا شيء. هذا اللي نبغاه يعني رسميات زايده. اكبر دليل ان اليوم يعني اول نجاح ما في رسميه قشع الغتر. انا اقوله والله تفاجات لما شفت الوضع. الله يحييك. استاذ ماجد بدايتك مع التصوير. الله يسلمك. بالنسبه لي انك كنت في نشاط إيه؟ غير مجال التصوير. عرفنا عرفنا باسمك امورك. طبعا انا ماجد عون يعني اسم احبه كثير يعني ماجد عون فقط التصوير الجوي. ماجد الاحمري واعتز والله بهذا القبيل. نعم اللي احبه كثير ومولدي وموطن قدمي منذ كنت صغير يعني. ف بالنسبه لبدايتي مع التصوير دخلت في البداية كهاوي كنت يعني نوثق بالجوال بعض الحالات وانت يعني بعض الأحيان تحس انك تحب شغلة معينة حتى لو ما عندك امكانياتها في البداية تميل لها فما كنا نمتلك الامكانيات العالية الا جوالاتنا الشخصية. بعدها دخلت مجال وهواية جميلة ومن اروع الهوايات يمكن على مستوى العالم اللي هواية الطيران الشرائي. ما شاء الله. اللي يسمونه الباراجلايد وهو الطيران من الجبال. ما شاء الله. طبعا يمكن الجمهور ما يعرف انه منطقه عسير من اجمل المناطق اللي تمارس فيها هوايه مثل هوايه الطيران الشرائي. يا سلام. والطيران الحر بدون اي ولا على مستوى يمكن الوطن العربي. احنا نقيم بطولات عالميه طبعا في الخليج. احنا متفردين في منطقه عسير كجبال السوده يعني. السوده نعم عندنا جبال اخرى في تاون. لكن جبال السوده جبال قوية من ناحية مناسبتها للطيران الشرائي الحر اللي بدون محركات استخدام التيارات الهوائية فقط يعني يجيك الهواء من يرفعك فوق بالضبط. احنا على فمحاكاة لحياة الطيور يعني او طيران الطيور فهي هواية رائعة جدا. انا طبعا بدأت في الطيران. كم اخذت فيه سنوات؟ والله لي يمكن 7 سنوات تقريبا الان في مجال الطيران. وطبعا الحب دائما في خاصة في الهوايات الصعبة اللي زي كذا يبدأ قبل ولكنك ما تقرر لما تأخر شوية
يعني تبدا تحسبها يمين يسار تشوف حجم الاصابات كم اللي توفى ما ادري زي كذا. ولكن في النهايه قررت انه رياضه رائعه جدا تعطيك ثقه قويه بالنفس تحس انك متميز تكون بين السماء والارض. وهو اصلا حلم ترى حلم الانسان انه يطير يعني حلم اي انسان تواجه حلم انه يطير لكن يتوقف عند حاجز الخوف في بعض الاحيان يعني. ولكن حلمنا كلنا طبعا انا اخذت وعد من فارس اليوم في الفندق انه يطير معنا. الله يجزاه خير. بس انت اذكر قلت ما في يعني مضبطين حتى الوزن ما من هذا المنبر انا اقول باذن الله ان تشوفونا رحله جويه مع والله يشرفنا يشرفنا نشوفك خلاص مخلصين معه ترى حتى الوزن ما خلصنا. ايوه انا اذكر انك قلت لي يقول عندهم طيارات 125 انا بس لازم نخفف اصلا 10 كيلو انا نضمن يعني انا ما اشكرك. اي احد بامكانه يطير من ناحيه الطيران الشراعي ولا لها ضوابط معينه مقاسات معينه؟ هي رياضه تخضع لقوانين قويه لانه شوف اي مكان احنا مكاننا الصحيح الارض اللي الله خلقنا نعيش فيها. لما نتجرى ونروح مكان جديد زي البحار نغوص ولا نطلع في السماء يجب علينا نحترم قوانينها. اذا ما احترمنا قوانينها عاد ليس مكانك ما هو مكانك اللي انت المفروض تكون متواجد فيه. فانت متواجد فيه مؤقت حلو. ساعه ساعتين احترم المكان اللي انت فيه. الطيران يخضع للقوانين قلت لك احنا الوزن طبعا كعمر ك اي شيء. في ناس كبار في السن وعندنا في النادي واصلين 60 سنه ما زالوا يمارسون هوايه الطيران. ما شاء الله عندنا بالفعل انا واصلين 60 سنه ما شاء الله ما زالوا وعندنا شباب صغار تحت سن ال 18 تقريبا وجدتهم يمارسون. طبعا الجمهور بكافه فئاته يطير معنا. الجمهور بكافه فئاته احنا ناخذهم رحلات يسمونها طيران ترادفي زي ان شاء الله بناخذ فارس فيها ناخذه حالي ها احد لما بدي نجرب فيه ان شاء الله اذا نجحت خليك رديف في البدايه طحني باذن الله. استاذ ماجد فيها فيه الان نشوف فيديوهات اللي بدون مظله ذي اللي هو القفز الحر. أيوة. هذول يقفزون قفز حر من الطائره طبعا. لا مو من الطائره او من الجبال حتى من الجبل. اي يسمونها هي يسمونها السنجاب اللي هي يلبس أيوة. لها اللي تطلع لها لبس معين فطبعا خطيره جدا جدا. واللي يمارسونها مغامرين لكنهم دارسين الوضع ما هو انهم مغامرين متهورين يبغون يموتون. لا هم دارسين الوضع انما مناسبتها ما تنفع الا في جبال معينه يعني ما وصلنا في البدايه لمرحلتها ولو وصلنا لمرحلتها نحتاج دراسه الموضوع لانه فيها خطوره عاليه. طبعا هي تكون نزول ينزل باقصى سرعته وبعدين يفتح مظله احتياطيه لما يقرب من طبعا هو يبدا يناور من بين الصخور ومن بين بس هذه لازم لها جبال معينه عاليه جدا عاليه جدا مناسبه سووا لها اختبارات. قلت لك الطيران يخضع لقوانين ما تقبل ال في عمل زين اي غلطه الغلطه ممكن تكلف كثير. فهم عندهم دراسه لا جبال مخصصه انت عارف ما شاء الله اوروبا في جبال مخصصه في ممارسين كثير ما شاء الله وعندهم اختبارات. طبعا زي ما قلت لك رياضه من اجمل الرياضات في العالم. اسوء المواقف اللي مرت عليك ما يمكن تنساها في الطيران؟ ايوه موقف يعني حسيت انه صعود ودعتك الله يعني. شوف احنا حتى على مستوى الطائرات التجاريه اللي نركب فيها الان تركب انت من الرياض الجدة وفي طائرة تجارية بعض الحين تحس بمطبات في شيء يسمونه المطبات الهوائية. والله تكفى هذه يمر فيها اي احد يمارس هواية الطيران بيمر في موضوع المطبات هذا في طيارة بس الطيارة المكشوفة ايه اللي انت فيها. فالطائرة الشراعية لها تحمل معين اصلا اول شيء احنا ما نطير في الهواء مثلا ولا ما في هواء؟ لا احنا ما نطير هذه دائما اسئلة الجمهور يعني يجون يسالون اسئلة لانهم فعلا يبغون يعرفون الهواء مثلا اي يقول لك لو ما في هواء ما في شيء اسمه ما في هواء. هو التيارات الهوائيه اول شيء احنا ما نطير الا في جو مناسب 100% يعني يقول لك رياضه تخضع للقوانين. فاحنا عندنا في النادي يجي واحد من القدامى مثلا اصحاب الخبره مدرب اول شيء ما نطير فردي لازم نطير مجموعات يا سلام من حيث المتعه اكبر وعندنا اجهزه مراسله نسولف مع بعض وزي كذا. فنطير اقل شيء اثنين والشيء الثاني انه شيء تطير بناء على قريت الويذر قبلها قمت قاري الجو 100% زي رحلات الطائرات التجارية انه يقرا اتجاه الهواء وسرعته ومناسبة الطيران ومنطقة الهبوط انها مناسبة 100% وفي عندنا اجهزة متقدمة الان جهاز صغير نعلقه الهبوط على رجولك اي احنا عندنا كان في مقاطع كذا لكن اللي يدخل على اليوتيوب بيكتب الطيران الشراعي في جبال عسير بيجد مقاطع كثيرة لنا وللزملاء كان في دورك قريب احنا ما يدور او بطوله اي في بطوله عسير الدولية الخامسه والامانه نجحت بكل مقاييس هي خامس بطوله تقام ما شاء الله. طبعا البطوله
في النزول على هدف على نقطة. تخيل أنه المتسابق ينزل على سبوت على نقطة صغيرة ويضغط حساس فيها يجيب رقم معين، هذا من مهارة المتسابقين. ما شاء الله. وطبعا من هذا المنبر نبارك لأخوينا علي نجيمي اللي فاز بالمركز الأول في البطولة العالمية ما شاء الله الأخيرة، وما قصر والله بعد. رياضة جميلة زي ما قلت لكم. و أبو عون من أمتى الرياضات؟ سلطان سألك سؤال نباك تجاوب لأن الموقف مر علي والله مواقف كثيرة، يعني ما يحضرني كموقف، لكن المطبات الهوائية هي من أصعب الأشياء اللي ممكن تمر عليك. خض على الواحد الموقف صار لك عشان نتحمس. والله والله مواقف كثيرة، يعني من أصعب المواقف مثلا أنك تنزل في منطقة بعيد عن زملائك شوية، يعني غصبا عنك انت غيرت اتجاهك في لحظه تبغى تتمشى فتعدل اتجاه الهواء معك، ما تقدر تعدل الا لا. احنا ننزل في منطقه هبوط معينه متفقين عليها انه هذا المكان هو منطقه الهبوط الخاصه فينا، احنا نتسابق على نقطه زي ما قلت لك ننزل عليها. حلو. ايه سؤال الان يعني انا لخبطتني الان، السؤال الان لما يطير ما يقدر يتحكم يرجع يرفعها فوق يرجع ينزل؟ لا لا شوف انت ما تستوعبها لين تشوفها هي الحين احنا نطلع من الصعود الله اعلم تطلع فوق. تطلع فوق يقولون انها تحرك بس هذه ويرجع الهواء يرفعك. لا لا شوف ما ادري عادي سالفه سمعناها الرجال هنا الله يجزاك بس لا تتحمس احنا الحين في تيارات هوائيه تجي وتصطدم في الجبال وتطلع فوق. أيوة. خلاص حلو. التيار كذا يجي يصطدم في الجبل ويطلع، فاحنا نطلع من حافه الجبل اقلعنا. حلو. نبدا نروح نبحث عن التيارات الهوائيه هذه اللي بترفع، احنا نحس فيها عندنا شيء يسمونه بريكات يمين ويسار انت تتحكم فيها وانت جالس في كرسي زي هذا. اول ما تقلع تجلس في الكرسي مربط نفسك مضبط نفسك انت تقول تروحون تدورون له ونبحث احنا عن التيارات الهوائيه يسمونها الثيرمالات. لما نبدا نحس فيها التيار المحترف يبدا يدور على التيار هذا والتيار يرفعه الين يوصل هو ارتفاع عالي يستمتع. احنا نجلس بالساعات بعض الاحيان يعني نقضي وقت طويل في لكم الطيارة. حد معين هي لك حد معين ممكن ما تقدر توصل، يعني هي التيارات الهوائيه اصلا بترفعك الى حد معين بعدها انت كل ما ابتعدت من الجبل كل ما انخفضت وترجع تنزل تبدا تنزل. طيب ابو عون احنا نقلع من السودة من فوق ننزل في تامة تحت. روح لا سلام تفضل. لا لا في سؤال اي والله اتوقع انه ما هو موجود في السعودية في الطيران الشرعي. ايه ما اسمي طيران شرعي، في ناس يلبسون لبس عادي كانه لبس دباب. ايه وعنده اذا رفع يديه هو اللي كنت اتكلم مع هذا فارس قبل شيء. وين كنت يا الحبيب؟ كنت مصحصح هو هذا يستخدم يقفز من الجبل باسرع سرعه اي أيوة والله كذا ينزل نزول وقبل ما يوصل مسافه منطقه الهبوط يفتح مظله احتياطيه في الضار. لا ما هو مظله لازم يفتح مظله. لا 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 يعني ينزل على وجهه. لا لا ما هي مظله انا اقصد ما هي لا في نفس اللبس هو لبس عادي رياضي بس إيه قال كذا يفتح زي الثوب هذاك حق العاب الرياضيه ممتاز إيه اللهم انه هو بس لا والله ما يوصل الى الارض انه اول ما ينزل انه يقول تخيل كيف يهبط لازم يفتح مظله احتياطيه عشان يهبط. طيب تخيل السؤال في مظله احتياطيه السؤال خليني اكمل تفضل يا عيوني والله اني نزلت والله اني والله اسف يا عيوني يعني طيب ممتاز خلاص لا قول لي والله يعني تخيل انك مره نزلت تخيلك مره نزلت اسمع الحكايه فعلا خلاص اجيب سؤال ثاني والله لا انا بسال سؤال مهم قصدك انها ما انفتحت مثلا طيب ما انفتحت واحنا عن ليش نرجع النزول رجعنا والله في سؤال مهم يختم بالله معليش احنا ضيف معليش خلاص احنا يختم والله اتكلم من جد والله عشان الصوت بس اي خلاص انا اقصد ال والله راح صل على النبي يا مشاهدين اذا شفتونا كذا نتجادل فاعرفوا انه من قوة الضيف ودنا كل واحد يسأل عشان نثري الحلقة هذا والله هذا هو أهم شيء. أنا السؤال اللي ما هو جدال بس ودنا نوصل أيوة هذا هو صح. نعم. المسألة في موضوع النقاش الآن نقاش هو الشراع هذا وش المادة اللي يستخدم منها وهل إذا خدر أو صار فيه تشققات تطيح؟ أيوة كثير يسألون السؤال هذا يعني يجون جمهور يقول لك يا أخي ما تخاف لو انخرق الشراع صح هذا جناح يعمل عمل آلية الجناح الثابت نفسه جناح هو لكن نبدأ نرفعه فدخول الهواء يدخل فيه الهواء أصلا لو تشوفه في خلايا كذا مفتح أيوة يدخل الهواء داخله فينتفخ الجناح هذا فيصير جناح ثابت يرفعك وله وزن معين هو يشيل 80 كيلو 100 كيلو 120 مثلا فأنت أول ما تقلع تبدأ ترتفع وتجلس في الكرسي خلاص الشراع ده شايلك وعندك تحكم يمين ويسار انشق لو انشق شق بسيط ما يأثر وهو في الغالب والاستحالة انه ينشق لأنه أصلا مصنوع ضمن شيء
ساكتون واحد يرميك واحد شوف انا اقول لك لا لا انت لا تصعب لهم هي المساله ناخذ حنا جميع سالت انا مدربين محترفين وكل لو صار في ثقب بسيط ما ي... ما ي... ممتاز ما يطيح طيب استاذ ماجد يعني. من هنا من هذا الرياضه اللي جلسنا عشر دقائق وصراحه انا ممتعه صح انتقلت لي عالم التصوير انا قبل ما ابدا عالم التصوير انا اقول للمشاهدين اللي يمكن ما استوعبوا معنى موضوع الطيران الشراعي البارجلايد اللي هو في, في منطقه العسير انهم يتابعوه على اليوتيوب حتى يفهموا هذا الحوار وانتم بنرسل لكم مقاطع على جوالاتكم وندخل للمجال الثاني انا دخلت لعالم التصوير من الطيران بسبب اول رحله طرت فيها شفت منظر اول مره اشوف زيه شفت منظر بانورامي للارض وغابات في السودة ومنطقه جميله جدا يعني كنت اتمنى كل البشر اللي يعرفهم اللي ما يعرفهم يشوفون هذا المنظر لا يمكن انك تشوفه الا من طيران وخصوصا الطيران احنا نمارسه طيران منخفض يسمح للعين البشريه انها توضح معالم الارض مو زي الطيران التجاري انت متركب الطياره انت طالع من من الشباك ما تشوف الا منظر جدا بعيد ما يمديك تلاحق التفاصيل احنا نرتفع ارتفاع يسمح لك انك تشوف التفاصيل الارض ومستمتع في في فانا جاء من هنا انه كيف انا ابغى انقل هذا المشهد للناس بدأنا نصور انفسنا تصوير خفيف على قدنا ثم دخلنا الكاميرات الاحترافيه في نوع صغير من الكاميرات اسمه الجوبرو وفي انواع كثيره ما ابغى اسوق لهم هذه تصور فل اتش دي وبشكل بانورامي ونرفعها بعصا سيلفي لكن احنا نثبتها عشان السلامه نثبتها معنا في الكرسي يصير فيها ارتجاجات عشان السلامه وانت تكون مشغول ما تكون مشغول بالكاميرا لانه برضو فيه في جوانب خطيره هي تصور تصوير كامل للرحلة تعطيك هذا المنظر البانورامي الجميل فأنا من هذا الزاوية أنا بهرت صراحة بدقة خلق الله عز وجل لأنه مهما سبحان الله احنا شفنا لا يمكن نحن نصل إلى عظمة خلق الله إلا بالتفكر والتأمل الله. فهي رياضة التأمل في البداية على فكرة يعني هي رياضة التأمل من الدرجة الأولى لأنك أنت لوحدك نص ساعة أو ساعة تتفكر في انك ولا شيء جنب هذا الطبيعة انتقلت بعدها لي انتقلت بعدها الى موضوع اني اوثق للزملاء اقلاع اقلاعهم وهبوطهم فستتواجد في منطقه الاقلاع وابدا كاميراتي الاحترافيه متواجده معي واخذ لقطات للشباب واروح امنتجها في البيت الكاميرات كنت اخذ كاميرات دي اس ال ار الثابته وكاميرات صغيره اعلقها مثلا معهم او اخذ مقاطع من وندمجها ونشتغل عليها كشغل احترافي وانا كنت مسؤول عن اللجنه الاعلاميه الفتره الاخيره في البطوله ما شاء الله فلانه شوف دائما انت لما تصور شغله انت تحبها تبدع فيها فصرت متخصص في موضوع الطيران لتصوير الطيران ثم دخلت الى النوع الثاني التصوير الجوي عن طريق طائرات التحكم ممتاز اللي هي الريموت كنترول يسمونها الفانتوم كانت اسهل لي من اني يعني لانه في مناطق ما يناسبها اني اطير بالفعل طيب استخدم الطائره تبادر لي سؤال انت الان تقول تعلق عصا السيلفي وفيها خطوره وكذا احيانا تخلونها تفكها وتثبتها اكيد طاحت اشياء طاحت لا تذكرنا بمفقودات بس لا علشان كذا يعني تروح عليكم تروح انت خلاص اصلا في منطقه مرتفعه جدا اذا طاح عليك شيء الله يستر عليك عوضك خير ما عاد تلاقي ممتاز ممكن بعضهم لقي بعد الاقلاع بشويه طيب احنا عندنا تقرير الان من تصوير استاذنا الجميل وتشوفون التجربه اللي قالها وتكلم عنها في التقرير القادم باذن الله خلوكم ونرجع لكم باذن الله ما شاء الله ما شاء الله حياكم الله مشاهدينا الكرام وش الجمال ذا يا ابو الله يكرمك انا كنت اسولف مع الاستاذ ماجد وانا شفت شيء عند الاستاذ ماجد خاص فعلا ما هو خاص انه ما يبغى يطلع لا لانه له تعاون مع مؤسسات و يعني شركات ما سمحوا له انه يطلعها وفعلا عندنا تصوير كثير للاسف انه حصري اي لما يكون مثلا بعقد او شيء ما يسمحوا لك انك تطلع لين يتم اتفاقيه فالعذر يعني باذن الله انه طبعا باقي في عرض ثاني ممتاز شيء حلو ايضا ما شاء الله تفضل سلطان انا شايل هم سؤالك والله مو بسؤال قد ما هو بطلب ايه عامر وانا شفت التصوير ما شاء الله تبارك الله ولا قصور في تصوير شباب فيفا الله يكرمك لكن نطلب انك تجي طيران شرعي عندنا اذا يناسب طبعا ما ادري عاد عندنا لا طيران ما يمدي والله ما يمدي في بيت لكن لا 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 ما يمدي والله لان ما هي كذا لا دراجات والله يقعد في لعيبه واحد بالطياره وبالطياره ونبغى تصوير بالنسبه ولا قصور بالشباب اللي يصورون عندنا والله اول شيء دعوه شرف لي والله الله يسعدك لانه
فيفا من أجمل مناطق يمكن على مستوى المملكة، منطقة جميلة جدا لدرجة أن احنا كمصورين لما نبغى نصور فيفا نحسب الألف حساب أنه هذه المنطقة يعني، وخاصة تخدمك هي المنطقة أصلا يعني، منطقة خاصة تساعدك أنك تطلع، والشباب طلعوا منها بتصوير جميل نادي عسير فوتوغرافي. وعلى فكرة اسمحوا لي أشكرهم يعني، لأنه أنا عضو في نادي عسير فوتوغرافي ما شاء الله، ونادي عريق بكل ما تعني الكلمة. شكر الأستاذ أحمد حاضر رئيس النادي، والأستاذ عبد الله الشجاع، والأستاذ حسين القحطاني، وكل المصورين بدون استثناء. في تنوع كبير في عالم التصوير في نادي عسير فوتوغرافي، من ناحية الزيارات المحافظات، من ناحية تصوير الطيور، تصوير الطبيعة، أخرج مجموعة كبيرة، وفي ناس منهم أيضا مصورين يصورون تصوير جميل. على طاري جمال فيفا، أمس قلنا معلومة يمكن أنت فاتت سم، أنه فيفا أكبر منطقة أو أكبر مساحة خضراء، قطاع أخضر في المملكة العربية السعودية. فعلا إحنا حنقدم عمل، وأتمنى إن شاء الله أنه بيكون حصري لكم إن شاء الله على بإذن الله. السكن وضيافتكم هدية ليشرفنا، ورحنا في محل بيت السكن وضيافتكم والله ما علينا، الله يسعدك أهل الكرم ما يحتاج، الله يسعدك. العمل بيكون هدية إن شاء الله اللي يستاهلنا. طيب بالنسبة للتصوير الجوي يعني، هل كل من يمتلك مثلا، كيف ممكن الإنسان يمتلك هالتقنية وايش ضوابطها وايش اللي اول شيء انت يعني فعلا السؤال جميل، انه هي الكل يستطيع ممكن انه يطلبها رغم بعض التحفظ عليها، يعني انه تحتاج يعني مناطق معينه للتصوير. طائرات التحكم عن بعد فيها امكانيه عاليه وجوده كبيره للتصوير، تصور بدقه 4K فتعطيك دقه عاليه جدا، وارتفاعاتها جدا عاليه وممتازه. لكن انا اشوف انه مو اي احد ايضا يوفق انه يطلع به، هي ما هي مساله انك تطيرها فقط، هي تحتاج مصور فنان يستطيع انه يوصل للقطه الجميله زي ما يوصلها بالكاميرا العاديه، تحتاج انه يوصلها بكاميرا التحكم عن بعد، لانه انت عندك موضوعين حتشتغل عليه، انك قاعد تطير الطياره وتبغى لقطه ممتازه، فانت عندك تركيزين، انت قاعد تركز على هذه الطائره اللي مرتفعه عنك وتتابعها، طبعا احنا نتابعها عن طريق الجوال، نركب الجوال فنشوف المنظر هنا في الجوال ونضغط تسجيل فيسجل معنا. هل تعتمد على الخريطة الذهنية اللي أنت راسمها للمنطقة؟ ايه أنت طبعا أنت أصلا أول ما ترتفع، مثلا أنا بصور جبال السودة، لما أجي أرتفع الارتفاع هذا يبدأ معي في المنظر البانورامي الجميل ذا، فأنا أبدأ أتحكم يمين يسار أشوف وين أنا رايح، وبعدها أبدأ أقرر متى أسجل. طيب أفضل وقت؟ فترة الفجر، رغم أنهم مصورين أنهم دائما ينامون يعني ما يتواجدون كثير في فترة بعد الفجر مباشرة، فترة مباركة في كل شيء، فهي حتى في التصوير تخرج منها بنتائج قوية جدا عشان الإضاءة صح؟ عشان الإضاءة وفترة قبل الغروب شوية يعني وقت المغيب تعتبر الساعات الذهبية. نعم أي ساعة ذهبية فيها ألوان جدا جميل، والكون عموما اللي يتأمل فيه سيجد شيء. طيب أبو عون الآن أنا ما هو أنه لي في التصوير، بس أني أعرف أنه إذا في الليل لازم ترفع في الآيزو وتقلل في الشتر كذا، إذا رفعت في الآيزو وقللت في الشتر لازم تثبت الكاميرا صح؟ صحيح. الآن أنا أتابعك من زمان وأتابع أحمد حاضر ومصور أحمد حاضر وكذا، يصور الجبل الأخضر في الليل دقة عالية، تصوير جوي شفت؟ أي فكنت أقول معقول أنه من الهليكوبتر يعني صح، مثلا الأستاذ أحمد حاضر أنت عارف الكاميرات الاحترافية تسمع إيه هذا اللي يقول هليكوبتر كاست الفان، أنتم مش فيكم كاست الفان؟ لا الهليكوبتر معروف ما أقصد أنا الفان، لا هو يركب فعلا، احنا مثلا كنت أعرف المصورين يطلعون في طائرات الهليكوبتر مع بعض الجهات، مثلا يطلع في طائرة ويصور من الطائرة، فاستخدم دقة معينة في الكاميرا في الإعدادات، يرفع الآيزو زي ما قلت ما شاء الله واضح أنكم مصور، يرفع الآيزو، وفيه مرحلة معالجة ترى لازم المعالجة في مرحلة معالجة، يعني ممكن الفوتوشوب تدخل بعض الصور، الصور الفوتوغرافية ايه؟ تدخل مرحلة الفوتوشوب، يقصد فيديو الفيديو لا لا صورة، حتى الفيديو احنا بنعالج الفيديو بعض الأحيان يحتاج منك لأنه يعني لمسات ما وصلت الكاميرات انها تعطيك دقة العين 100% مستحيل، فتعطيك إضاءة عالية إضاءة منخفضة بعض الأحيان تحتاج انك تعدل عليها شوي، ولكن دقة المصور واحترافيته أهم نقطة، هو الرجل اللي يخفي الكاميرا هو الكلام. انا اجمل سلمت اجمل لقطه شفتها الفيفا ولا قصور في كل المصورين الموجودين، ممكن لقله اطلاعي في الموضوع هذا، بس انا شفت لقطه لاخوي فيصل ياسر حبه مساء ما شاء الله مبدع جدا، لقطه الفيفا ضمت لا الجبل الاخضر ضمت السحاب والمنظر جميل والاداء
الله. هذا فيديو ولا المغرب او فجر؟ في مقطع المغرب فيديو. في مقطع جميل فيصل ياسر صور فيه برضو خروجه من الجبل الاخضر مع الضباب وفي الالعاب الناريه كانت موجوده، خروجها برضو هذا موجود على حسابه جدا رائع والله يوفقه فيصل. هذه تكمن في جماليه التصوير الجوي اللي انت بالفعل انك خلاص قررت بعد الطيران الشراعي انك تتجه لل وانا ما الومك صراحه. طيب في اوقات الامطار كيف ممكن يكون وضعك مع تصوير الامطار؟ هو المعروف عن الطائره انك ما تطيرها في وقت المطر، ما في طيران اصلا في وقت المطر اتوقع نهائيا، لانه موضوع الامطار خطير، الامطار تحمل عواصف تحمل مواضيع كثيره يعني خطيره على الطيران. عيود بارك. اي فاحنا ننتظر اللحظه اللي بعد المطر مباشره، وهي اللحظه اللي احنا نبغاها اللي هو حركه المويه والسيول والتدرج الموجود، هذا اللي احنا نحتاجه بدقه كمصورين. في زي ما شفت قبل شويه لقطه الشلال، يعني لقطه اخذت مني وقت عشان اتابع متى اللحظه المناسبه انه ممكن تقدر تصور يروحون الناس من حواليه، وبعض الاحيان انك يعني حتى في اثنين اولاد عيمه يروحون نشبولك. في واحد يرسل في الهاشتاج الاستاذ رامي حوالات، يسال سؤال، يسال يوجه سؤال لماجد. رامي حوالات يسال سؤال يقول صور يوم من الايام وقال له احد المصورين تصويرك سيء جدا. فعلا افتحطم صور وقال له المصور انت تصويرك سيء، فقال رساله تقدمها للمحترفين. صحيح المعلمين يعني. شوف عشان ما تفوت هذه سؤال والله رايه في محله. هو الموضوع ذا موضوع ما هو في موضوع التصوير بس، حلو. موضوع النقد موضوع خطير جدا، وقفوا عند ناس كثير منه اللي ينتقد وكيف ينتقد وكيف يوجهك كيف يعلمك. يا سلام. هي بعضهم يقول لك صورتك حلوه لكن لو تسوي كذا وتعدل كذا، هذا الصح في النقد، ان والله عشان ما حطمه لان الناس ما هم سوا. في بعض الناس ويعجبوني مره يعني اللي اجي عنده اقول له والله لو جيت انا عنده قلت له صورتك سيئه اللي انت صورتها، تعطيه دافع قوي انه يحقق صور اجمل. نفوس بعضهم خلاص يتحطم راح باع عدته قال والله انا قالوا عني سيئة. انا والله من الناس اللي كذا والله صورت اجتهدت سالت واحد محترف يعني يمون، قلت له كيف التصوير؟ قال والله اشوف الله ما فتح لك في هذا المجال، شوف لك مجال. هذه من الاشياء اللي انا اقولها دائما، الانتقاد لا تخليه سلبي، انت الشخص حاول انك تحول اي انتقاد اي عيب، وتكلمنا يمكن في احد الحلقات هي قبل يومين انه اي عيب فيك او اي انتقاد تحسنه. يا اخي ما والله ولدنا كلنا علامية فعلا علامية متعلمين في جميع المجالات. صح لازم تحول اي انتقاد لك الى شيء ايجابي. فعلا انا والله اول ما بديت صورت تصوير كله اهتزاز وارسلت في الجروب والله هذه رساله مستحيل مني كيف كيف يدورون بخاطرك اللي ارسل لي على الخاص وقال ودي انك سويت، لكن كان دافع قوي جدا جدا، وهذا اللي نحتاجه. انا الواحد اني عرفت المشكله قالوا الجماعه تصوير كله اهتزاز يا اخي ما شفنا شيء. ترى يختلف الاسلوب والله بعيدا عن النقد وكذا، وحتى قلت كلمه حلوه انه ترى ما هو بس في مجال التصوير، صح جميع المجالات الاسلوب يا اخي لن تبدا وانت عارف شيء يصكك توقف اقسم بالله، ما معنا ينقدك في نقطة بسيط لكن يا انه يسب يجرح، لان الاسلوب يختلف سواء في النصح او في المدح ولا في النقد. برضو السائل برضو انا اتمنى يعرف من يختار يسأل. صحيح مو اي واحد من باب طاقة كيف تصوير كلام سليم. اسأل اعرف الشخص اللي تحس انه محترف وثاني شيء يتمنى لك الخير، مو كل محترف يتمنى ترى على فكرة الخير. المحترفين في النقد لطيفين جدا، لانه هو مر بالمرحلة هذه وكان مبتدئ. فالمحترف انسان ذكي دائما ما تساله يقول لك والله ويعلمك يعلمك حتى يقول لك انت فين تروح في كل المجالات. الانسان اللي ينتقد بقوه وبسلبيه هذا هو نفسه لا تتوقع انه كويس. استاذ ماجد انت ما صورت بس في النهار؟ فعلا صورت فين؟ في الليل. صورنا في الليل طبعا، راح ينعرض الفيديو ممتاز وراح نسمع تعليقك في تجربتك في التصوير الليلي والمناظر اللي راح نشوفها. يا سلام خلونا نشوف التقرير والحاجات نتحمس والله للتقارير نشوفها ودي نكثرها. الله 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 هذه ابها مساء طبعا ابها في الليل. سبحان الله المدينه هذه من اجمل المدن اللي ممكن تصورها، يعني فيها تنوع طبيعي من الفجر حتى اخر الليل وانت تستطيع انك تصور وما توقف. واعرف مصورين كثير يصورون ابها من سنوات طويله
ويوميا يطلع يصور ويوميا يجيب لك نتيجه جديده. يا سلام. مدينه خصبه فيها تنوع فيها زوايا هي تخدمك. سلام. فلما نصور في الليل زي ما تشوفون نجد انها مدينه جميله ذهبيه فيها شغل فيها الوان فيها الجبل الاخضر معطيها شكل جميل. نعم. جدا مميز. اي الالعاب الناريه الايام هذه معطيه برضو ترى انت تتحدث واحنا نطالع والله ما قدرت اشيل العين. الجمهور ما يسمعون التعليق. يا سلام. انا ما قدرت اشيل العين. هذه الالعاب الناريه اخذناها من ما شاء الله اكثر من زاويه. يا سلام. ما شاء الله تبارك يا اخي عندنا بحر في ابها. نعم. هذا ما قد شفته بالله ما قد شفته. هذه اللقطه جميله دي صراحه ما شاء الله. سد سد ما عليه. الله عليك. السلام. الالعاب الناريه ما شاء الله مستمره. كم الارتفاع اللي جالس تصور عليه؟ طبعا احنا نوصل ل 500 متر تقريبا. ما شاء الله. يا سلام. طيب ما جت شيء جميل. ما جتك واحده من الفراقين حماس. اقتراب منها خطير للامانه. لكن احنا لما نصور بجوده 4K في المونتاج نقدر احنا نقرب يعني ما نحتاج ان احنا نكون قريبين اصلا. ايوه. ففي المونتاج انت تقدر تعدل يعني تاخذ بعد اكبر. حلو. لانك مصور بجوده عاليه فما تفقد الجوده ما عندك فيها اشكال. انا لا زلت اطالب انك تجيني فيفا. والله تبشرون. والله تبشرون. الصباح في الليل حاول انك ما تصور. اذا بيجي في الليل يجي ليله العيد. اي ليله العيد. اوه بس كلها جبل فيفا كذا يقرب كل العاب ما شاء الله. طبعا هذا العاب ناريه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك. هذا شارع الفن. وهذه من هنا نقول تحيه للاستاذ الفنان التشكيلي عوض زارب انه صاحب الفكره هذه وحنا كنا نتمناه ضيف معانا لكن لظروف معينه ما سنحت الفرصه له. شوف اللقطه الجميله هذه مع وهو دائما يبهرنا ابو زارب الله يسعده بالافكار. السنه اللي مضت كان المرسم في السوده. السوده يا سلام. اي نعم. وقبلها المرسم. اي نعم كان في قبلها مرسم. الان فكره المظلات والشارع الجميل هذا. فبيض الله وجهه وجمل الله حاله وشكرا لك. الله يكرمك. قطعتك الجميله. انت الان جمعت ثلاثة مناظر في منظر. شارع الفن. وقبل ما انسى بصراحه كلنا نشكر عوض زارب. يعني الرجل هذا داخله فن يعني. ما شاء الله. هو داخله جميل يعني فهو افكاره متجدد ما شاء الله تبارك الله من سنوات طويله والرجل متجدد قاعد يقدم شيء رائع جدا. شارع الفن السنه ذي جمعنا احنا كلنا. تلاقي المصورين على الرسامين على الفنانين التشكيليين على الهواة الاعلاميين حتى الشباب الاولاد الصغار تحمسوا انهم يشوفون ناس يعني صاروا يحددون هم وين يبغون يروحون. انا ابغى اصير فنان تشكيلي زي فلان اللي شفته في شارع الفن. الاماكن المغلقه والمراسم رغم انه انتجت مبدعين ولكن الشارع هو المكان الجميل يجمع الجميع بصراحه. عوض ما قصر والله. بيض الله وجهه. يشكر والله يشكر عليه. طبعا زي ما ذكرت انه التصوير الليلي انه بالفعل يحتاج لمثلا اضاءه معينه فعلا شيء معين. في الطائرات التحكم ما يحتاج لها. طائرات التحكم فيها إمكانية تعديل الإعدادات خاصة الجديدة. أنت تعدل فيها كأنك تملك كاميرا ممكن أنتم مصورين وعارفين فيها إمكانية من الريموت كنترول أنك تعدل الإضاءة ترفعها تنزلها زي ما تبغى. جميل ما شاء الله. فخصوصا مع وجود الألعاب النارية والألوان الجميلة المظلات استطعنا نحن نطلع بمادة حلوة وهي شوية مضاءة ببعض الكشافات فتساعدك. هذه من ضمن الامكانيات اللي في الطائره. قلت لك فيها هي طائره ذكيه يعني طائره جدا فيها حتى استخدمت في افلام قويه وفي السعر الدراهم كيف. طبعا والله شوف احنا يمكن يعرف فارس واللي يصورون الشباب انه معدات التصوير هي مكلفه لكن على الفكره. اي هي على حبك الشخصي. كثير من الناس يدفعون في هواياتهم. صدقت. يعني احنا قابلنا شباب عندهم سيارات معدله مثلا يدفعون مئات الالوف يعني. صح. ارقام كبيره. بس المشكله يا ابو عون في ناس يعني ما له في التصوير ولا يجبر نفسه انه مصور. هذا خطا والله. احنا دائما نقوله الكاميرا البسيطه ناس من الجوال سووا معارض باستخدام الجوال باستخدام كاميرات بسيطه جدا. صدقت. فالتكلف في المعدات ما يتكلف الا واحد وصل مرحله انه يبغى هذا القطعه لان لها الموضوع الفلاني دعائيه وتجاريه. ايه. نعم. اذا عندك مثلا بزنس وتدخل في مجال الدعايه والاعلان وكذا. أيوة. ممكن تتكلف بعض المعدات الاشياء المطلوبه. اما اذا تهاوي نصيحه يعني انه كاميرتك العاديه جدا اهم شيء من اللي خلف الكاميرا. اللي ورا الكاميرا. طيب. ابو عون انت الان مصور طيران فعلا صح؟ انا اجتمعت مع مصور فكان يقول مصور تجاري صحيح جيب لي مثلا بسكوت جيب لي زي كذا منتجات وانا اصورها. قلت لي انت يعني ما تصور شخصيات؟ قال الا اصور بس انا هذا تخصصي.
هل انت مثلا انا عندي منتج وابغاك تصوره صح تبدع فيه ولا تقول لي لا شوف انا بصور لك بزبطه بس لا هذا يبغى له واحد مصور منتج شوف يعني انه غير تخصصك مره فعلا هل هذا صحيح؟ هذا شوف موضوع التخصص في مجالات الحياه كلها جميل تاز. انه انا حتى انا كنت يمكن اتكلم معك اليوم تحت الهواء ونسولف اذا ابغى ابحث عن شخص عن انا عندي كمنشد مثلا وعندي شيله بسوي لها كليب ايش وين بصور الكليب؟ ابغى تصوير خارجي مثلا ابحث عن الشخص المتميز في التصوير الخارجي جميل واجيبه استوديو وكروما ومدري ايش خلاص انا بجيب واحد متميز في موضوع الاضاءة الداخليه الكروما اذهب للشخص التصوير عالم بحر في ناس متخصصين في الطيور ما يصور الا طيور الله يعني تخصص هو يستطيع انه يصور هناك لكن قوته في الطيور في بعضهم متخصص بتصوير جوي قوته هنا بعضهم يصور شيبان فعلا البورتريه انا عندي واحد من الزملاء متخصص في موضوع كبار السن ومعالجتها انا حتى قبل ايام سمعت ان في دوره متخصصه بمعالجه الموضوع هذا كيف تعالج على وجه كبار السن او شيء زي كذا فتخصص لكل شغله المنتجات البسيطه ذي في ناس ماسكينها عارف كيف يصور منتج كل واحد يتخصص انا شخصيا ما اجيد كل انواع التصوير يعني متخصص في موضوع معين واحب السينما بصراحه يعني الشغل السينمائي وهو اللي احنا في المملكه العربيه السعوديه اليوم يجب ان احنا نتوجه للسينما ليش حتى لو عندي موضوع توعوي التصوير التصوير الارضي الفكره بالشغل السينمائي الاحترافي موضوع التوثيق ممل بعض الاحيان انك توثق فقط او يعني بمعنى اصح معليش انه يحمل قصه يحمل قصه الشيء الثاني كسر يعني دائما نحط الكاميرا مواجه الانسان مثلا صحيح فيه الاشياء طبعا هي مصطلح السينما يعني الاشياء الجديده في مساله انها تكون كانها العين البشريه اللي جالسه تناظر صحيح الموضوع هذا صحيح كزوايا كامور هذا فهذا المقصد في هي القصه سبيل. واليوم زي ما قلت لك نحتاج كاتب ممتاز يعطينا قصه يصورها المصور فلما يكتمل خاصه موضوع الفيديو صعب شوي لان نحتاج فريق عمل في الفوتوغرافي لحالك شيل كاميرتك وتطلع طيب موضوع الفيديو لحالك ممكن ما ينفع السؤال ادواتك معك من ناحيه الحين طيره ولا ولا هي ولا هي طبعا يتميز ماجد بالتصوير في انا في يعني انخفاض شوي طيب انا ابي احجل له وانا دخلت عليه خلني احجل له هو يبغى الكاميرات لو سمحت خلني احجل له عندك كاميراتك لا لا والله جايك بذوبي طال عمرك بس وين كاميراتك فابها انت بتروح معي هناك انا اتكفل بنقلها من ابها الله يكرمك شرف لي والله انا عندي بعض المقاطع ودي توعدني امام الجمهور احنا نصورها تصوير سينمائي والله ابشر والله وعندي كاتب للمعلوميه ممتاز ابدع الكتاب الموجودين في الساحه والله والله ابشر خلاص وعندي ممثلين جاهزين وعد خلاص ان شاء الله والله من عيني ما في ان شاء الله ترى ان شاء الله كل شيء اقول شغلي معك اضافه لي والله لبى قلبك الله يسعدك يا ولد والله نتفجر تجرب والله طيب بيض الله وجهك يا ابو عون احنا ودنا والله ناخذ وقت بيض الله وجهكم والمناظر زي ما قلنا للمشاهدين انه في شيء حصري عنده لكن ما يقدر يطلع لان في شغل عقود وما عقود يا سلام اسعدتنا وشرفتنا اليوم تابعونا امتعتنا بتصويرك الجميل حساب ماجد الاحمري اكتب ماجد عون في الانستغرام على طول يطلع لك حسابك يا سلام ام اي جي 1403 واضحة حافظة واضحة الله يوفقك الله يوفقك يا ابو عون وبيض الله وجهك نطلع فاصل حبايبنا ونرجع لكم باذن الله يعطيك العافية وبيض الله وجهكم بيض الله وجهكم بالورد والريحان نختلمها معنا قصة ناجينا جينا والشوق يحدينا في صيف نلقاك والفرحة تخشانا جينا جينا والشوق يحدينا في صيف نلقاكم والفرحة تخشانا حياكم الله مرحبا ومسهلا مرة أخرى وبعد هذا الساعة السويعة البسيطة مع التصوير والمصور الجميل الأستاذ ماجد الأحمري نعم ماجد سلطان حبيبي شو معك؟ ما معي إلا سلامتك هذا واحد الشيء الثاني أبغى أشكرك بكل صراحة شيء لاحظته في اللقاء اللي قبل شوي طبعا لا يخفيكم نساك ترون إنسان مبدع في الإخراج وفي التصوير الله الأستاذ فارس لكنه ما يحب يظهر يعني خلاص ترى طيب. اول اعمال فارس يعتبره طبعا متواضع لانه
بداية أتوقع. نعم. لكن له رسالة هادفة. أمسك الأشماغ. أيوه. أخرج ومنتج وصور برنامج بشائر. على اليوتيوب. على اليوتيوب اللي قدمها الشيخ سعيد قزعة. نعم. أيضا الله وجهك. تصوير جميل خاصة قرشان يوم في العرفي. طيب. أيضا الله وجهك. أنا أحب أشكر أم تركي الأكلات الجنوبية. كلنا نحب. والله أحرجتنا وكرمها. الله يكتبك. يعني. أنا لازم أشوف. قبل أمس. وأمس والله صار لهم ظرف واليوم ما قصرت وعندها ظرف فادعوا لوالدتها بالشفاء العاجل. الله نشفيها ويرفع عنها. نحب نذكر أم تركي الأكلات الجنوبية. التواصل. طبعا في ناس ما قد تغدوا بس تفضل. طيب رقمهم 055-20-17-524. عد الرقم. الرقم 055-20-17-524. حسابهم طبعا متواجدين في الرياض. حسابهم في الانستغرام AHOUD_ 0505. وايضا هذه برضو ام تركي للتواصل. حلو فعلا. اي والله يستاهلون والله. اهم شيء رقمهم يعني. ايوه اي والله. 055-20-17-524. والله تستاهل. طيب قبل لا تطبون في الاكل ابغى انوه لا يتوقعون منا انها علشانها فقط جابت لنا ان احنا قاعدين نقول تابعوها ولا جيبوا لها. والله ثم والله انها اكل مثل ما تسوي امك في البيت. ان هذا الاكل مثل والله انا جامد نظيف ما شاء الله تبارك الله وشغل بسم الله ما شاء الله يعني يستاهل. كان في تواصل مع اسر المنتجه لدعمهم ويستاهلون والله. لكن كان في كثير ايش مشغولين واللي مسافرين واللي اعتذروا بسبب ظروفهم. فبالعكس حنا نفتح من هذا المكان بكرة. اللي مستعد طبعا بكرة راح يكون البرنامج نهاية تقريبا آخر ساعة ونص مفتوح ما في أي شيء. حنا والشباب بنجيب بعض الأشياء الجميلة وتكونون معنا في حاجات حلوة راح تشاركونا في أشياء جميلة. فحنا تبون عشاء الحين. لا لا قصدي أيوة 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 نطلع من هنا يلا نحصله صدقتي. فلذلك الأسر المنتجة اللي يسمعنا أو تعرفون يتواصلون معنا في حساباتنا على التويتر أو مع الأستاذ حسين الفيفي يتواصلون معه. والله يغنيكم ويكرمكم والله بيقصرون بسم الله أفتح. أنا أتوقع أن هذه طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لا وانت تفتحها في 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 حاجة. أيوه في حاجة دقيقة وانت تفتحها قول لازم تقول رامي حوانا تقولها بالله وانت تفتحها. شوف والله اني صادق والله. يلا كذا رامي حوانا رامي طيب طبعا انهم جعانين طبعا لا تتحمس والله نسينا الخبز. اي خبز؟ الخبز جوا. الله خبزي موجود. مشغوثه الخبز موجود. خبز ايش؟ خبز خبز دقيقه خبز انقع في بدي. يا عيال يا عيال تراكم عزابين عيال الخدمة في خبز تنور شوفه موجود. دوح دوح في خبز تنور. ايوه في ذمتك موجود. بسم الله. شفت الطاولة روح جيب خبز. الله يهينك الله وجهك يشهد علي ربي ان لو تاكل انت وياه. لا لا بنجهز لك والله. والله بنجهز لك والله. والله بنجهز لك انك مانع افدا وجهك. انا ابغى ما عليه ما عليه يعني اذا الحين بتروح انت الخير خير المطبخ. والله من الخاطر الشين ما في خبز ولا شيء. الله لا يهينك. بيض الله وجهك. ما شاء الله. لا بش شو تكفى تكفى. هذه مشغولة. والله انا راح ما في خبز. عطنا عطنا قولنا فاين. الرجال هذا الله يهديه مستعد. عيال ياكل كل شيء. ايوه. لا 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 عطنا ملعقة الحين. هذه اللي تغرف بها. ايوه اغرف هنا بها في كلحتي. هنا هم صحون. هات. كدحت. استوينا. فارس البشري من سرات عديدة يتميزون بصنع المشغوثة. هذه مشغوثة. وش ايش مكوناتها يعني المشغوثة؟ هذه مكوناتها حليب. الله والله هذا هذه مشكلتنا ما لا لا الادوات. أيوة. سمن لانك شفتها على شيء. ايوه على طاري عبدليله. عبدليله وش دخل عبدليله؟ هذا عسل. الله يذكره بالخير. ايش طلع عبدليله؟ عبدليله ولد خالتي. بسم الله. شوف شوف الذوق. شوف الذوق. بسم الله. جيب الخبز يا ولد. الله مشينا العزابي. ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللهم يا ابن جيب الخبز. شفت الطاولة اللي يسولفون عليها عندك؟ الطاولة سيدة. اطقطق يا شاء الله. حد يطقطق على خبز. عجل نعمة ذي نعمة.
واحد سويته لبس. طيب كبه انا راح اجيبه، تعال معي. سوى لنا الحين جاب لنا، يلا راح اجيبه، راح اجيب الخبز. صادق؟ اي والله يا الربع، جال شكله ما هو خبز اللي شفته، ما ادري والله، يمكن بلاش. طيب ارتاح ارتاح، انا راح اجيبه وتأجي ارتاح واجي اروح اتعلم. طيب اجلس. طبعا هذه الوجبه صباحيه وايضا عصريه، عصريه نعم، ولكنها لا لا مسائيه، انا اشوف انها تكون تجلط البطن. الاعراس، في الاعراس برضو يحطونها بالعصر. اي نعم، في الاعراس في العصر جعله بالعافيه تروها حاره. استرك بطيء يا باس، ذمتي حاره يا عيال. والله انا هذا يشيل كشه، والله ما تغديت، انضربت في النعم انت فيه. تسمى دقيقه دقيقه ايش؟ والله ما كلمني دق عليك الظهر، دق علي وانا راقد، والله ما اقوم لك. لو ها خلاص ما بتقوم، وش علينا منك؟ وش عليك مني؟ وش تطلبني له؟ اعطني يا بيض الله وجهه. اقسم بالله هنا شيء جميل خرافي، بيض الله وجهه. ام تركي، ام تركي ترجع الحين تقول، قل لعادل ما في خبز. تقول تصابيع اللي هذه قصدها. ادري ادري والله، بس اني اتفقنا والله، بس اني قلت لك والله لا اردها لك. وبيض الله وجهك هذا دل اني سويتها فيك بالثانيه، انك رجل دقيقه دقيقه. اقعد والله مردود هذه، والله مردود. اسامه والله لا اعطيهم واحده على البيبان اثنين، اقعد ما فيها واحده. علمك ايش السالفه هذه؟ انا مالي دخل. اول شيء اول شيء مصبع بالاصابع. ايوه صح ولا لا؟ ايوه عادي، احنا ناكلها بالملح. دخل صوتك. اصبر اصبر، تقول ما هي مشغوثه. اي والله اصابع، تصابع اصابع. ايش معنى تصابع؟ والله انا استغربت. سوي جوس يعرفون. الله يهديك، عصري ها في الصبح في العصر. عادل انا قبل شيء والله مرت الاحترام لك، والله انك وافي. والله احتراما لك وحبا لك. يا عيال انا جالس ازود الصحون. بس ايوه تستاهل، اعطني ملح. والله اعطني ملح. ايوه سويها. والله ما هي اخلاقك. لا اخلاقي والله ما هي اخلاقك. لا والله عادي، تبغى تحرجني والله. عادل ابي ملاعب. قفل قفل قفل. ماذا هبا بيدي؟ ارسل سام، ارسل سام. والله يمشي الابليس، ما عليك منه، خلي الابليس. والله العظيم والله بالله انا مشغول. والله هذه هذه مصابيع. لا تقول الثانيه مصايب، مصابيب ما هو على كيفك. مصايب ما هو على كيفك. الحب ما هو على كيفك. حبيتني غصب. استغفر الله. ما سمعت اللي يقوله. والله لا يفشل. والله اني ضحكت اليوم. ما سمعت اللي يقوله. عاد دجعت. واشتهي. والله تروى من الوجبات اللي بسم الله. شو اسمها؟ يسمونها مسامير الركب والله. هي والعريك والحاجات الطيبة. والله انك ما تعرف في مسامير ركب. قال مسامير. من بعد ما قلت مشغوذة. اي مسامير ركب يا حبيبي. ليت ام تركي ما ارسلت لي بس. اعرف واحدة صلوا على النبي. لو كملت شوي بشتغل. جسمه هذا انا ما ادري والله ايش في الاكل، عشان كذا العيال فصلوا. اعرف واحد كل اكلاته، كل ما يقلطني على اكله يقول هذه مسامير الركب، هذه مسامير الركب. وسوي قبل يعرج قبل شهر مسوي قص معده. اسال الله العافيه. لا والله واحد مسامير ركب. مسامير مسامير ركب يا حبيبي وانت. طيب قفلوا عشان لا تبرد. اي والله ضيوف حقار يا عادل. تخيل احنا كلينا المصبع بايدينا ويدخلون الضيوف وريحتك حافظه. وخدادي. طيب شلون ايش؟ بسم الله بسم الله بسم الله. دقيقه، احنا نبغى نوصل رساله. والله في واحد متزوج علينا للعزابيه، كيف ان نعرف ان نرتب المكان اذا انخرش؟ والله عند النساء بسم الله ما شاء الله صفه فنيه. والله موضوعك والله من جد موضوعك هذا لا تتكلم. يعني مثلا والله انت جربها في البيت صدق، امك خواتك، المكان محيوس. ها كيف اشيل هذه؟ محيوس؟ كيف اجيب هذه؟ ايش معنى محيوس؟ يعني عشان في صف الجنوب. شو اسمه ذا؟ ملخوش ملخبط. بسم الله تقول كيف اشيل هذه؟ اسامه الشاهي الله يعين. تتفاجأ صب لنا شاهي. تتفاجأ في في غمضة عين. والله والله اني اسولف الحال. ايش قلت قبل؟ والله اني اسولف الحال. انت تقول والله العلي العظيم انك تسولف الحال. قول شادي الحين بننظف بننظف. قول شادي. روح روح نسيت. المهم انه بالفعل والله اشكر الام والاخت ولا شو اسمه ذا والزوجه، ان عندهم طريقه سريعه في 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 ترتيب المكان. انت تسلكهم عشان يرتبون لك، لكن ما في ترتيب، رتب انت المكان بنفسك. والله عندنا ضيوف يا الربع، معنا ضيوف ذا اليوم.
كم معنا ليلة زينة. كم باقي؟ مرحبا باقي شو اسمه ذا؟ يمدينا يعني. إيه باقي. يمدينا نتعشى. يا رب الكاميرا ما يبي عليه بس. طبعاً بيقولون الناس ليش ما تكرمون الضيوف يتعشون؟ بنعشيهم بعد البرنامج. لا هذا يعتبر عشاء طيب. هذا عشانا وعشانهم بعد البرنامج. الله يبشرون. اسمع. وبرضه هذا عشاء لهم. تكفون إذا جو لا تعلمونهم إيش دي خلهم نسأل. الله يرحمك يسمعونك في الغرفة الثانية. بس. تكفون. يا رب المشمع. اللي سلمت عليه مالك هذا من شبونك الحين. لا عندي ما. اللي يبغى شاي ياخذ ها. الله يصلحكم. طيب خلونا نرتب. أول واحد ياخذ السامة. حلفت بالله. لا تفجر. يا عيال أنتوا مليون ترو مرة تفجير هذه الأيام مشكلة. مرة مسوي انطلاقات إحنا. دقيقة الكوب ترى أكبر من الحافظ. لا عادي لا. فين أحطه؟ خلنا. مرة. إذا أنت رجال قول هب لي شاي. قول لي هب لي شاي. استغفر الله. والله سلطان يجمع صح؟ الله يستر عليكم بس يا عيال. عاد الله راح أودي صحني. أمي تعرفني إني نظيف. أمي على طاري أمي الله يحفظها لي تدري إيش تقول؟ والله. بعلمك شيء. بعض المرات أتكلم عن إنه الأخ يساعد أخواته ويساعد أهله. ذاك اليوم قمت من النوم ما رتبت فراشي. قالت يا ليت عندي سناب شات وليت اللي يتابعونك يتابعوني. كنت أعلم لهم. قالت والله لا أصور المكان اللي أنت فيه. قلت لا يا أمي لا تفضحيني. خليني كذا. خلي الموضوع سري. إي خلي الموضوع بيننا. الله يجعلها بالعافية يا أسامة والله إني شفتك منفلت جلب. المشوار الرجال جايين الحين هنا. حط هناك دقيقة عشان نرتب والله نبغى نرتب. حط أنت تقول للناس تعلموا كيف نرتب. إي والله. بسم الله. والله إنه شد هذا العسل. أنا؟ إي والله. شديتها العسل؟ ولا عادل يا سلام عليك يا سلام عليك لعبتي والله انك ذيبا طبعا لا يدرون احنا كلينا اي والله فم والله نودي بالعسل اليوم دقيقه والله اوه ابونا فاين ابعد يا ابو بننظفها معلي عادي الله يهديك انت ويا زعلانين ليه هذه خرشه البيت اذا في ضيوف لا طاوله على تكفون ايوه خلوها قريبه من الضيوف يجون الضيوف هنا ياكلون تكفون ابغى اسالهم والله حطهم جنب الخبز يا ولد فيها سعيد الشهراني الله ربنا ما يسمع يمكن يعرفها بثور انا معنا هنا بالاستديو حتى حسين نظفوا يا عيال طب ليش تحطونها هنا الله يهديكم عشان بننقلهم هي عادل قبل انهاء الحلقه بننقلهم هنا ياكلون فهمت هذا التنظيم ناكل ما هو ياكلون كلنا ناكل الله يهديك لا احنا انا اكلت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اوه نسيت الله يستر علينا يقولون كان في طاوله نظيفه هنا اقول لك والله ما كانت باينه يوم شليت انها بانت لا خلنا نشل يا رجال طلع برا يا عيال يا خش عليك مني انت وياها الحين اسوي اللي ابي امسك الله لي تعال ابو شلات اقول تكفى يا فارس كم باقي الله يستر عليكم والله انه شغل جميل جدا بسم الله ما شاء الله بالله ايش رايك يا اسامه والله باينه في المشغوثه باينه ما شاء الله الله يجعل مليون عافية الله يعافيك يقول كل جعل ما ياكل غيرك بس هذا الكلام ايوه يا مرحبا يلا نظم الله نحييه انها تفتح الصوت دي ها ايوه هذه من يقولون في الصوت من قال علشان شو اسمه المهندسين ايه ولا الملحنين جميل علشان يضبط صوتك لازم تاخذ ايش شيء ايش من ام تركي من ام تركي بعد جميل وشيء دافي شوفني اضرب في الشاي ايوه علشان الصوت ايش؟ لانها هو ما حد قال عرفت بس احنا قد وثرنا بسالفه ها؟ لا جد والله كيف الكلام ذا وانت ابو الانشاد كله؟ منك خل ربي ها؟ خل ربي نظيف سلطان هذه حقت كفارس ولا انت؟ لا حقتي انا باخذها بس نعس بعطيك معلومه سعيد والله ما درى عن البث لكن ابو حور والله انا كان يتابع اقول ابو حور حسين البث سلمت عليهم قبل شويه في هذا المكان اسال الله ان يعزهم ويسعدهم شوم يطالعون فيني ذا الحين ما مشكله شوف الله يبيض وجيب خلاص الامور طيبه الامور طيبه انت شبعت الحين وقمت ايش علينا شبع وش الوضع ايش يا كل بعلمكم حركه امسك خلاص انت في استوديو واقع خلاص ايوه ارتفع حركه اطرق خلاص ترك قروشه المخرج معليش خلي المخرج الله يلين الناس يقولون ايش ذا خلاص ممتاز سلطان ترى مزجت كثيف ما شاء الله عليك بس ازحف مني اللهم يا مرحبا يا مرحبا اجلس والله يجعله بالعافيه وصراحه والله نشكر ام تركي بيض الله وجهه لا تقول الاسم اسكت عشان ما حد اي نشكر ام تركي ويتواصلون معهم ويطلبون منهم اللي بالاستراحات واللي تعرفون وخلاص وصلت المعلومه راح نقول لكم رقمهم ان شاء الله في اخر الحلقه
جهزوا اوراقكم الحاجات الطيبه والحاجات الزينه وباذن الله نتعجبكم طبخهم تركي. ابوي ذبح الرشاش بالقطو. اللهم لك الحمد حتى تسامر. لك الحمد وضرت لك الحمد وبعد الرضا. بسم الله. خلاص بيضة وجهكم. ها شوف كيف في اقل من خمس دقائق. صدق اني احسب من عليه شماغ. والله يا اخي انا مرتاح الا في الشماغ. ليه؟ ما ادري. انت؟ ايه؟ لا راني انت والله انك جميل. سلامات. جميل جميل بكل حالاتك. السؤال لبه. قل اللي في خاطرك. لبه. هل تعاني من التساقط في الشعر؟ اللهم لك الحمد. انا بعطيك معلومه عني. أيوه؟ بعطيك معلومه عشان تكون عندك المعلومه. انا شعري ملولو. ملولو؟ ملفلف. ملولو نسميه انا ملولو. هذه نوع من انواع الماركات. ترى كدش طبيعي. ايوه ملولو. الحين الحريم بعضهم يشترون فلاير ما ادري وشو عشان يسوون فلاير. فيري ما ادري وش اسمه وش فيري الثاني. فيري فيري. انتبه لا تدعي ولا استخدم صابونيه. لا تدعي ولا تسوي دعايه. استغفر الله العظيم. بس ما في لا استغفر الله لا. يلا الله منك والله من الكدش. كان عبد الحليم ملولو. يلا انت طيب. الله يحييكم. عادل انا كنت اتوقع ان عنده انشوده. انا ايوه عشان كذا انا حسيت تدرون اجمل شيء قريتها في عيون صاحبي اللي على يمناي. يمناي لاني احس باللي على يسراي. طب انا بعطيكم معلومه واحد. والله قبل ما يقولها بسرعه. أيوه. الحين في يدكم سمن صح؟ اي نعم. اجمل شيء انك تقول كذا سمن الله شارك. والله العلي العظيم انه شيء جميل. اكتب اجرك. اسلم. ايوه ابو عمار الله عليك. هذا يجيب الطبقه بس من ممكن جوه. اطلبك عيوني. ايش قال؟ عيوني. ايش قال؟ عيوني. مشاهدين ايش قال؟ عيوني. شوف تعطينا انشوده قديمه لك وانت ذاهب. طبعا عادل كان معنا فتره ثم انتقل الى احدى ترى يسمعك المايك. شيلونا من المايك. بعلمهم بالقصه عادي. خلاص. اي والله تكفى عشان انا اتجنب بعض الاشياء اللي لا اريد ذكرها في امام الساده المشاهدين. بس تعطينا الانشوده. والله انا ماسح يا عيال من بعد. طبعا بقول لك شيء الانشودة بقولها بس اني تذكرت ذيك الايام اني بدايه وانت في بدايه الكتابه. اي كانت من كلماتك. ايوه ويوم شفتها الان وانا الان مثل ما قلت لكم يعني خبيركم في هذا المكان. الله وعودنا لها وحسبني والله حسيبي وعقلكم وكذا. نعم اكتشفت انها كانت عباره عن قطعه املائيه مثل تصويرك. ما فيها من الشعر مثل انت كتبت شعر. والله شوف اللحن والجمال. بس عطنا الانشوده. يلا روح روح يا اخي. انا قلت انتقل الى مكه للدراسه. طبعا دقيقه دقيقه المعلوميه تعليقكم عن على الشيء هذه بقراه في الهاشتاج. انا هاشتاج سيف الجنوب نشوف نقيمه ك ايوه كابيات شعريه. اي ومن نظره الجمهور للابيات. نظره الرجال تعرف خوافي. يلا طيب مسي عليك بالخير يا محمد مكي حبيبي. طيب. اولا امسي بالخير على نفسي. اخوي محمد وابارك له بالمولود الجديد بسام. مبروك ما شاء الله. إيه ما شاء الله مبروك. اسال الله ان يجعله صالح مصلح وقريب ان شاء الله نبارك لك بسام. نعم قريبا يا رب. قريب. بسام اذا تزوجت ان شاء الله. بسام ها اقول اذا تزوجت. دقيقه اي والله دقيقه. محمد اخوي بسام حمودي لا دحومي رامي حوالات واللي سال الشيخ واللي سال الاستاذ. المهم اسلم ابارك له واسلم على كفيلي. كفيلي يسلم عليه الاستاذ جمعان الشهري وتاج راسي حبيبي. طبعا مدير وكفيلي المدرسه اللي يعرف يعني ابو الشيخ سعد عبود ابو عمر اللي استضفناه قبل فتره. روح روح الاستاذ جمعان. طيب القصيده والله المشكله يا فارس. عطنا جزء منها. يا طولت انا توك تقول والله ما احفظ الا بيت. ايوه ايوه عاد نبغى. كنت اقول كنت رايح من الجنوب على مكه للدراسه. للدراسه. اتيت يا ام القرى مقبلا ومن قرانا والخميس مدبرا. اتيتك وهمتي عالية أرجو الديار والبقاع الصالحة. هذا شعر والله.
انت بديت الان بديت في النشيد ولا الشعر؟ هذه المقدمه، هذه المقدمه من جد. اي مقطوعه ذي وين قريتها؟ هذه المقدمه. ايوه القصيده الثانيه تدري تدري ايش كلها؟ شفت اللي تعلق في المرايه ذيك الكلام؟ ايوه شكله هو مسافر قراها. والله انها حلوه بس انها والله انها حلوه لكنها جت عليك فعشان كذا ما بتضحك. انا قصده دعاء السفر. لا 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 دعاء السفر قصده اللي تقراها انت هذه دعايه زيت ثاني. واحد ثاني زي هذيك. حبيبي اول شيء لا تتريق، هذا دعاء السفر. ما تتريق بدعاء السفر، ايش خليته دعاء السفر؟ ايوه راح يزعل. عندي مشاركه هاتها. يلا تفضل. الله يستر. هذه القصيده اللي بتسمعونها صح. بسم الذي انزلت من عنده الصور. هذه بداية الحماس ما يقصر. يلا روح بسم الله. كم باقي علشان أعطيها جو غير؟ لا لا تطول. لا الله يهديك شوك طولت ما قلنا لك شيء. وين طولت؟ لا طولت مرة يا أخي. أول مرة عشان تدري أنك طولت مرة، عشان تدري أنك طولت مرة أنت وأنت تنشي تسرحت. طيب أسلم. والله والله هذه هذه في معشوقة. حلو القصيدة هذه في معشوقة ما بتعرفون الشيء. فارق الشاعر فارق هذه المعشوقة المحبوبة فقال فيها هذه الأبيات. طيب لا إله بسم الله يقول. طيب اسمع تبونها بقصيد ولا بلحن؟ ايش رايك تخليها شوية؟ والله ايه ليش؟ لأن الضيوف بيدخلون. ايوه بيجون. ارحموا. لا لا دقيقة هي طويلة اللي عندك. والله يشف. ها الله يجزاك. والله ما هي طويلة. لحظة 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 20. طيب صل على النبي. بس مو لازم تقولها كاملة عادي. دقيقة 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 فارس 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 والله ما تردني. قل تكلم يلا باذن الله ما تردني يا رجال. ايش يقولها كلها؟ ما هي كلها. ما لا لا ندخل ندخل مالك صلاح. هاي يلا عادل تدري كم بيت؟ ثمانية ابيات. لو توقف اقتوينا هني. بجيب اول بيت لحن والباقي بسردها سر. ترى بنقتوي. يا طائر الشوق الله يا طائر الشوق هل حل لي قسم إن النعيم إن النعيم إن النعيم الذي في بعدها سقموه روحي ونفسي لها والقلب مربعها والعيش في غير أحضان الهوى عدم زادت على النفس آلام تؤرقها في كل ذكرى وقلبي من له الألم في بعدها خافقي ما طاب من كدر والروح في بعدها قد عاده ندم تطوي بها الشمس ذكرى ليلة رحلت بيني وبين الصبا من حبها رحم فيها تلاقى الندى والورد في ولع والماء جار وزهر الأرض يبتسم فيها الجمال الذي ما ناله كدر في حضن روض زهت في غيمه القمم ذاب الفؤاد الذي هامت عواطفه بين الجنان وأرض ما بها سأم تشدو لها الطير بالألحان مهدية أحلى الأناشيد في ألحانها نغم فيفاء عشقي ومن ينسى حبيبته لولا التغزل فيها ما جرى قلم أهدى لها الله حسنا لا يفارقها في وصف فاتنة لن يبلغ الكلم يا جنة تزدهي في قلب شاعرها دامت لك البهجة الخضراء والنعم. الله أكبر. حسانك وضر وجهك وجمل حالك. قائل هذه الأبيات ابن العم الأستاذ القدير جابر سلمان أبو زيادة مسي. والله ونعم. ونعم مليون. نرحب بالضيوف. نرحب يا رجال. مرحبا ألف. مرحبا ومسهلا. نقول الله يحييهم. أسلم. أيوه سلم كخضر. لا لا مرحبا واهلين باللي حضرنا الله عليكم يا حيو تقدم عليك مرتاح ارحبوا لكم يا شيوخ ارحبوا يلا حيو الله الله يلا حيو مرحبا حالك ايش الجمال ايش الضيوف الاعزاء يلا حيو ارحب ارحب يلا حيو مرحبا استريح استريح يلا حيي مرحبا تفضل يلا حيي مرحبا يا رجال حياكم الله تعال 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 ايوه يلا حيي يلا حييهم مرحبا يا مرحبا حياكم الله ما شاء الله العظيم يا مرحبا يا رجال حييكم
حيا الله شاعرنا ومنشدنا حسين البيت وشاعرنا الجميل الله يطول اعمارك هذا الكل والله نفس الوضع لا 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 ابشرب اجيبك لا لا جانك ابو حور شوف الوضع لا لا ما عاد بيض الله وجيب وجهك ابيض مرحبا مليون يلا يلا يا مرحبا مرحبا يلا حيا شرفنا والله مجيين عندكم يا مرحبا والله العظيم يعني احنا اكثر من الجمهور في شوق لكم الله يرحمك والله العظيم لحالك طيب الله, الله يحييكم يا مرحبا بقمع ضيف ثالث فيني والله واحد ما اعرفه انا بتبري منه مره الله يكون واجد وانت هو مدهل الخطاب يا مرحبا الله يحييكم الله يحييك الله يحييكم يا مرحبا ومسهلا عندي وانتوا لقد الحين جيكم تعلمونا ان الكاميرا اللي هي تحاكينا ماذا اليوم ما علمتنا خذ الوضعين هي على الجو ما قالوا لي في ايام الخيمه قالوا خلي عينك هنا على القيس قصيده واثرني يومي هنا وانا وصل العالم هنا طلعت كل المقاطع وانا وجهي كذا لا 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 هم بيجيبك من كل مكان بيض الله وجهك تختبر فين ال والله انا شوف الفراسه العين عندك وين تقع في الكاميرا والله ما انا اعلم القلب واني اشير لك هو من حيث ما بخلي عيني بابو سالم مرحبا والله حيث ما هو بيلد النظر بنخليها معه الله يحييك ابو سالم الله يسعدك كل بقى جانا حياكم الله حلو ودنا نسمع منك يا ابو سالم قبل ما تسمع مني اول شيء فالله يجمعنا اياكم على على طاوله فرقنا المثلى الشيء الثاني باسمي وباسم الجمهور وباسم القناه وباسمكم احنا ندعي للجنود اللي على الحد الجنوبي ان الله ينصرهم ويوقف معهم اللهم امين الحمد لله اخوان ومن كل قبيله كلنا قبيلته واحده تحت ظل ال سعود ومرتاحين واللي بيطلع الحمد لله الماكدونالدز واللي بيطلع يتعشى واللي بيستانس واللي وهم على الحد الحين ما ادري من الحي من الميت وكلها في عجبنا نبغى نذكرهم بالدعاء وان الله ينصرهم امين والليله اتوقعنا بتكون يعني خاصه لهم والله هذا اللي احنا بنسمع شيء مهما قدمنا مهما قدمنا للحد الجنوبي سواء الحد الجنوبي ولا رجال الامن اللي داخل الدوله مقصرين ما ودنا نسبكم الحديث ابو حور عنده كلام بيتكلم نشكركم على حسن الاستضافه والبساطه وبعدين انا جاي يوم دخلت تفاجئت احسب الحين صباح يوم دخلت على اللوكيشن على الناس لا لا نصبح عليكم يا الجمهور بالخير في واحد من الضيوف جانا كان يتوقع ان المكان بالفعل انه طبيعه وخضره جاء للوضع يعني ما هو اللي محل المكان انت الله يسعدك وجود مطالبكم برنامج ناجح الله يحييك لنا عن شهاده حسين وبكر شرفتونا الله يجمل حالكم يرحم والديكم ما نزيد على الطيب الا طيب ابو سالم اخونا وكفى ووفى وما شاء الله ان الله ينصرهم في الخفارات وفي الرقابات وفي الثكنات نذروا انفسهم وشغله من نفس الرجال نذروا انفسهم في حمايه هذا الوطن والدين وهذا القاده اللي جعلهم الله لنا ذرى وحاجة من جميع المصائب اسال الله ويرجيه ان الله يخليهم لنا اللهم وان الله يخليهم لنا رايه بيضاء ما يشوبها شيء انا اقولها في كل قناه امين واحنا مهما قدمنا من قصيد او انشاد او مد معنوي او حسي او دعم في الماده فهم قصري جدا هذا جدا لكن النصر قريب وانا ابشركم وابشر الجمهور ان المواري طيبه باذن الله انها تنتهي الامور قريب باذن الله هذه البشاره علمها اصحاب الاقلام السوداء اللي في تويتر والانستغرام لو انهم سووا لو فعلوا لو حطوا لا لا الامور طيبه والى الشيبان يقولون البخيت ما يكفي عندنا مثل يقول عندنا مثل يقول المخيل بصير صح اللي تلفت ما هو مثل اللي في قلب الحدث هذا هو ولجميع الاشغال اللي في الحياه يجي فيها خطا ويجي فيها صح ويجي فيها الحياه ما يكون الامور طيبه وصليت معنا بيكا. معنا قصيده ودنا نسمع ودنا نغني انا وابو الله 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 يعني والله افتاح يا سلام تكردي عاد اجتمع الشعر والصوت الطيب عندك مثلا عنده ترى والله اني مريض ان صوتي تعب لا 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 تتعذر لا 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 تعذر لك جميل بكل حال الله يطول يا عمر الزين ما يكمل حلاه يا ابو حور عندك مر عندك مره سلامي على الحد الجنوب حماة الدار رجال انت بدل معتدي وتحمى داره سلامي على الحد الجنوب حماة الدار رجال انت بدل معتدي وتحمى داره سنة محمد رسول الله المختار تصدر قوايم الأنبياء والله اختاره على
سنة محمد رسول الله المختار تصدر قوايم الأنبياء والله اختار وصف دمي على الأهل وعفش جبل حولي وخان بجاره وصف دمي وبالنسب عجار وعفش جبل حوثي وخان فجاره ومرني عاونهم على زمرة الثوار ومرني عود بالقانا ياخذ بثاره فمرني عاونهم على شعبه الثوار ومرن يعود بالقانا ياخذ بثاره مشتت وعدواني وجاهز للاستعمار وخل البلد يحتاج ترميم وعماره مشتت وعدواني وجاهز للاستعمار وخل البلد يحتاج ترميم وعماره وملبوس من ران عار عليها ستار وذا اليوم جاب الله من يهتك ستار فحط الملك سلمان للمعركة مضمار ورحب عاصفة الحزم وسط مضمار جعل دونها رجال من الفرد للطيار وحوش على البيداء وفي الجو طيارة وجاتنا بطلة في الهدف السيار ونصب لهم دعوة على كل سيارة وصلنا لهم ذنيني الهاتف السيار ونصب لهم دعوة على كل سيارة سلامتكم جميل الله وجيه الله صدركم يرحم والديكم شد الخير بداية شعر ودعاء وحكمة في واحد يدق الباب يا اخوان انه دائما يخرب علينا من عرفته عادي نطلع لا لا خلينا نشوف يمكن نصلح ذا الليل طيب يمكن نصلح الله الله العالمين هو الله العالمين هو موجه ولد وين بيبي رجال الله عبد الله هلا اقول لك اي رايح لندن يا رجل خليك معنا في الجنوب خليك معنا في الديره والخضره والامطار والعلم يا ابو عبد الله الذلايف تلايف تعال قعد معنا مرحبا قلنا يمكنك غلطان يا ابو عبد الله صارت منوره الله يبقيك يلا حي الله سهلا وش الكهرب فيكم طلعنا في فارس ولع كهرب اليوم ايش توي معك ايش تبغى هذا قريب ابو هذا قريب يا ابو الكهرب فيك ما زال الله يحييه والله شفنا الرجال محمل العشاء يا محمد يا رجال ان شاء الله قصيف معكم وش عندكم الامطار والجنوب والنعمه والضباب يكفيك ان يتغدى في الدير على الضباب ما شاء الله والله ان يتغدى وان الضباب صدق ذكي والله محمد يا رجال ان شاء الله يا الحال يا علومكم وش ذا النور الزايد صرت وين ورا خليناها قبل السنه كانت بلاط اي لا تغير العلم اه شهر شوف العنب في الوبره في الوبره وينو في الوبره ايش حاب يرجع الله يحييك ان شاء الله مرحبا يلا ما شاء الله تبارك الله يلا حي الله يزيدكم من خير ومن نعيم عبد الله ماجد صب ان شاء الله يعافيك سلام سلام يلا حي ابو عبد الله يروح لندن يبغى له قهوه تركيه ولا قهوه بيزبطها شو ما ادري اقول لك ترى ما انا قد عرفت من يوم هو انت ايش طلبك البارح انت والله هاي رجال نبه قهوتين يا رجال ساعه واحده في الليل ما ادمنت على قهوتين في الرياض وشي
عبسطية أخوي لكن فيها لذة كهوتين عبسط تركية وفيه صامولين يعطونك معها وفيه ظهرة بوية طعمة أقول لهم عيلة يودوني بكيف أنا أحبها أبشر بزادك جيك بعد ما الحلقة نروح له بي والله وجيه الله يسعدك لكن لا حد يدري لا تطلعونا لا لا ما لك ما أني أكل أنا مثل ما تقول لحم الصيف الله أكبر مرحبا أنا له الله يبقيك سلام 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 ولا من وين؟ لا ابغى تروح لندن غير عييت الله يهديكم خلينا نسير رحله دقيقه يا ولد صيف الجنوب يا ابو عبد الله وين تروح؟ تعرف حد بالربع خليه يطلع بدالي هذا ابغاها والله كنت انا كنت في الامارات الايام اللي راحت ما شاء الله عند يا زايد حبايبنا ونعم استاهلوا ونزلنا حاي ثلاث ايام هالحاي ونعمهم شرى ما يسمع صمت جوالك سلمت صمت الجوال هنا مقدم يا حبيبي ايش بك؟ جاب معي واحد من الشباب شرواكم يلا خليفه ما شاء الله له منصب في الامارات دكتور ومنصب ثاني ما راح اقوله ان شاء الله وقال تكفى ما ابغى نقابل احد ما نبغى نشوف احد عند هالحايل تعال خش ما اعرف هالحايل ثلاث ايام الا يومين دخلنا 19 مجلس لا 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 اي أيوة والله قلت لا ترد استاهلوا قلت لا ترد الهواء يا ريال بطني لا ترد الهواء عاد لعبتك يا ابو عبد الله الايام دي هو الخميس ذا ان شاء الله جاي لابها قابل نحصل زي الشيء ذاك قلت وزود ان شاء الله قال لا تكفى اسالك بالله ما انا واحد والله ان كان جيت فتح ان شاء الله وفكوك العرب ما في الا تم صدق هذا علم وقابلت بحور متى قابلت كنا الله يحييك قابلنا مره فلم يغيب سنه قابلت خمس في ما قابلت كنا في الزواج ما اعلم ايه لا سبقته لا اخذ لها فندق سبقني حمد التفقيجي هو الحالة وضبط حجز انه له غرفه الا غرفه رغم انه يسافر مع هله ابوه يرقده في الشارع وهلا في الفندق فرق تبدل يوم وصل قالت ترى احنا اربعه احنا كنا مجهزين لكم والله احنا مجهزين لك غرفه ورجال الغرفه وقلت تبغون تقربون منه اقول كنا 12 لكن ابي اشوف نصهم مرضوا اللي اتضح لي من النقاش ان الرجال هذا يعزك ويقدرك والله ونعم بكم يكفيك اني وصيته الساعه 6 الصباح يجيب لي شقه وانه ما جابها الا الساعه 3 ما شاء الله هذا من بعد والله العلي العظيم لكن والله فيها رياضه ابو شيخ صل على النبي صل على سعيد وابو حور نحن مجهزين لكم شقق من طيب والله العلي العظيم وانه مجكن على فارس اللي عيت انا عييت انا اقول بعيد ليش اني عييت؟ ليش عييت؟ انا رجال لا طلعت وانا في الرياض طلعت من الشقه ولا من بيت حد قال وين تروح؟ قلت انا بروح اضيع المنطقه دي ما اعرف فيها شيء والله ابشر بالضيع مالك انا ودي تقول امين انحرف الى اليمين انحرف ما اعرفها عيت ما تعرف توصل والله هو من هي؟ مرة في الجوال اللوكيشن المهم هو اخذ له من الساعه 1 جالس تحت في اللوبي الساعه 2 الساعه 3 ما جاء انا برضه جاي مواصل قريان وينك يا ولد؟ قال والله تقدم قلت واللي في اللوبي ينتظر قال والله ما عندي في علم وخذيناها له متفقين يا رجال انها قطه تخيلوا اثري متاخر عشان ما يحاسب ايه صحيح كلامه رجال يا اخوي دخله الان يا اخوي الارقام العاليه فعل الله شباب الله كريم ابو حور اللي يمزح معه ابو حور الله ونعم ابو عبد الله ابو حور ذاك اليوم قلت اللي في جيبي كنا في جيبه واللي عنده كنا تحسبت ما عيد عنده شيء يا رجال ما بلل فقر اللي في جيبه في جيبه بس لا افترت لك سعيد اليوم لك الله يحييكم يا مرحبا ابو عبد الله طولت على علينا ما شافوك الجمهور والامور هذه والله نتشرف موجودين الحين كنا صوب لندن ذيك الديار نتمشى ما شاء الله نعم وكنا نتواصل مع الشباب ما ياكلون الدجاج بالله ياكلون التشيكن وش التشيكن؟ دجاج عندهم تقول دجاج ضحك شيكن 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 واحد والله يذكره في الخير ومن يسمع شكرا كيف ديك يا ذاك الرجل قال جلست 22 يوم في المانيا الله اكرم ورحت عند ذاك العربي رحت عند ذاك العربي ابغاه يغير عيد اروح اتعشى عنده واتغدى يقول ما يدري شيء يقول وثقت فيه واحد عربي مسكين قال هو حلال قال حلال يقول اخذني على الملعون ذا لين عودت الله ياكل ابو انا اخطا انت الخنزير ذا الله يمنعك نعم تستغفر استغفر الله اسلم اسلم كم مسافر لقوا الحديد ما عليه لقوا هذا مثل اللي عارض في المعاملات وفي السوق ابو حور نبا متحدى المنشدين عنده موال يقول اتحدى اي منشد الله الله شنو الكلام ترى الرجال ذا هو سبب ظهورها
وسبب التحدي هو ذا الرجال. ياخذ له رد في مجلس انا وياه. في لها رد عنده؟ انا موقع له ما اقدر. في مجلس انا وياه. وش العرب متشتتين وانت موجود. نعم. عيل يسمعوا لي. قلت يا ولد لازم انت الحين قلت في مجلس تبغى تشد المجلس؟ جيب كلمة من برا المجلس. كان يبي يقول لي انتبهون كلهم. عطره السالفة بس. عطره حقة نجران كبسولة اللي شدتها في المجلس الاول. لا لا انا بس الموال اللي عرفت بينكم سلسلة القصة دي. هذه لازم حلقات. قال ما انتبهوا لي. فطلع لهم بموال كذا ما دخل فيه بيتي. ها بيت اسلم سينج نايت ايوه سينج مارنيرندين على باغي تسجج واسلم مع السالين تعرض لقلبي ما يسبب معاناته وفي يوم واحد طارت في الارض اي والله سبحان الله الناس وقفت عند الموضوع ذا في لهجه ثانيه اتوقع لغة ثانية طلعت بوشي انا عندي اكثر من لغة اني انا محتفظة لنفسي حتى اني ما اقدر اخدم نفسي للوقت اللي ما حد ينتبه لك يوم من الايام اعرف لغة الشخص اللي امامك تتكفى شره نعم ما شاء الله بسم الله ما شاء الله شوف العامل البنغالي ذا الحين ولا اي عامل ولا شيء جاك رفي كلام يقول ماني جي لا ماني جي ما تعلم شو فك الجبهات وانت ما تعلم يلجمك نعم الله يحييكم الله يكتب لنا التوفيق هو ذاك اليوم بحور جالس لما يسمع كان الشرقية وعازمنا فيصل اليوم يشرواكم ما يستاهل قال فطور في رمضان بحور ودك الناس يشرواك شلون نسمع؟ قال والله هني في الشرقيه قلت احرك بكره يوم قدها في الخط قام لابسي ما هب زينه مغبره اي والله من عندك بالامس يا اخوي حط الملابس ورا شوف اللي يرجم كذا يجي يوم بالايام يتندم على الحفل وده انه مره وقت فطور وصلنا عند فيصل اليوم اذن رجاه باقي على الرياض مية وشوي وقال فيصل يوم ما نخلي ضيفك يا رجاء حاك انت ضيفك يا رجاء الله لا افطر شيء منها انا معلم نفس ما افطرنا وخلصنا بعد قبل صلاه العشاء نص ساعه ولا ساعه قال لي يا مصر رجاء ولا الثوب حق هذا في اربع بقع هاي ابو عبد الله متى نفصل هذا قبيل عشان ابغى يسكت يدخل ما ابغى يروح بس قبل الخامس لكن معطف وايش تسوي؟ يوم دخل ما يعرف حد من داخل يوم دخل مع الباب فرجع وخليه الله وكان مستأمن معك يا سلام دخل رجال انا عشر دقائق جيت قلت الحين بحصله منكم ايش فيزا انا رجال ماسك المجلس والله يا رجال يا راعي البقع اي راعي البقع مسكت خط خلاص انا المهم ابو سالم معي الله يسلمك وذاك اليوم تو كان مفطرين وما حد فاضي وذا ماسك سوالف والبر ما حد فاضي يا رجال افطرت مع باكستانيين بالعافيه شفت افطار صايم لي هذا والله يا معوش نطلق صورهم بعض البيت على طاري افطار صايم المفروض ان احنا نشكر الناس اللي اللي يسوون الاعمال الخيريه يا سلام في شخص ما دام برنامجنا من سيف الجنوب يا سلام وحن ان شاء الله نحن قبيلته واحده ومنطقته واحده في المملكه فيها الشيخ محسن بن كعبان الوادي ونعم رجال والله ما يدري اني بطري اسمه في هذا البرنامج لكني تفاجأت انهم موظف ناس وسيارات الله للمساجد وعنده يعني اعمال خيريه يعني لو بتكلم عنها اخذنا الحلقه ولو انها تنقلب سلبيه عليه فكروا الناس ان حسين بيطرحها بالبرنامج بس انه جاب الطاري افطار صايم كان وقت هذيك الايام كان بيجينا نفس ذاك اليوم ذاك اليوم كان بيجي الرجال ابو دانا وجه له تحيه الله يمسيه بالخير المفروض احنا نشكره في كل مكان والله بيشكره جابنا ما يحتاج فهذا الكلام لانه ما دوى بعض الناس والله اللي يبغى شيء لازم يوثقها في بدايه والقنوات الاخرى وفي جريده ذي انستغرام سناب يعطيك 5000 ولا شيء ويبغى منها الثناء والمدح الرجال ذا والله انه يدفع من دون ما يعلم ولا يبغى ذي ولا يدان الاعلام ولا هذه يحصلها بدنيا حبينا نوجه له كان هو عنده مشروع افطار صايم وكان ما رفض يقول انا معزوم مشغول قلت يا رجل راح معي رجال بيحبونك ويعزونك قال ان شاء الله كان اخوه معه وخبرني قال والله احنا رايحين افطار عندنا مشروع افطار صايم صار في مشكله ورايحين خلي الافطار يجي عند بحور اما على طاري افطار صايم فانا الحمد لله عضو في جمعيه حفظ النعمه في منطقه عسير ما شاء الله ما قلت تكلم على بالسنا عضو على خفيف يا ولد يبغى ينشف عود يا طول العمر السلامه انا فكرت انا احب التفكير في والتبحر في بعض المواضيع انا اتبحر جميل لاني انا وجدت ان بعض الناس جعل هذه حفظ النعمة جعلها سبيل للتبذير وطلعت شريك بالتبذير كيف إذا جيت تكرم الناس والله سبحانه وتعالى قد ذكر حتى المبذرين في القرآن صح
ما حد يخاف اخوان الشياطين اخوان الشياطين اي لان لا تجيب الايه احنا بخير اسلم على طار في احاديث جاب الله يجزاه بالخير الله يكتب اجرك ابو حسن تذكر المواطنين عند الشيخ بدر لا ما شاء الله عند الشيخ بدر حق الشيخ بدر رجل مجتهد في القناه في الخيمه انا اعلمك حفظ النعمه بعضهم يذبح لها 90 راس ولا 70 راس ولا ويقول حفظ النعمه ما نبغاها تكون شريك في التبذير يا سلام هي جمعيه هذه رساله تدري انه من يوم اثنين من يوم 2/10 يا سلام الى يوم 30 يمكنك شفت الاحصائيه والله انها 92 قعود اللي وجد جديد وشفها 7 سيارات بس الله اللي وجد جديد فقط يعني ما قد فتح ولا قد جحد زايد شوف كم العدد شيء عدد والطليان ظنينها حول 2500 يا اخوي ترى اقل من شهر 29 يوم ابو ثور من هذا المنبر نشكرهم صراحه جميل نشكر معنا بيكونوا معنا امس ولكن حصل لهم ظرف نشكر رئيس هذا اللي هو السفير حقهم ما يحتاج الدكتور عبد الرحمن بن احمد ال مفرح العسيمي والله وجه وجه يسمع والله انا ما يعلم اني بطري ولا اني بذكر حفظ النعمه وهو عمل تطوعي لا يرجون منه شيء اقول شباب شباب والله بسم الله عليهم مثل الورد يضبطون على طول مجرد ما تنتهي الضيفه في ثواني كلهم شغله وبدسوسه شغل صح اهم شيء طيب الان كيف وضع الفنادق في ابها؟ والله الفنادق الحمد لله هون اشكره ايش بلها؟ غرفه ثانيه ب 1000 والله انك صدقت يا ولد ايش غرفه ب 1000؟ ما بس فنادق ما بلثني من ثلاثه ب 1000 لا ابشرك في عدد بس انها انا يوم انا سعرها رجال والله اني استقبل ضيفان من برا الرياض من برا الجنوب والله اني استحي اني لا ما حصل الشيء الكفو اللي يسوى غرفه بصاله مثلا عدد يمكن حوالي 8 مثلا 7 اخذها ب 800 900 في نظام تاجير انه ترى الموضوع ابو عبد الله ما هو فقط الجنوب الموضوع ترى في كل مكان خاصه مع الصيف خاصه في المناطق السياحيه يعني زي ما تقول انه يستغل الفرصه انه يزود في السعر وهذه ما في منافسين احنا نوجه رساله من هذا المنبر انه جميع التجار اللي يشوفون الان منطقه ابها من اهم المناطق السياحيه في الخليج العربي مو بس في المملكه العربيه السعوديه نتمنى انهم ايش يوجهون الفنادق هناك ويبنون الفنادق الكبيره قطع كلامك التاجر ما عنده مشكله بس انه يبغى اللي يسهل له الامور سمعت نطالب بالسياحه هناك اللي عنده جميل يقدر انه يسهل لي انا تاجر سمعت استثمر ايش تعطيني ايش بتقدم لي ايش بتقدم لي من اللي يغطونها فنادق املها عشان الاسعار تطير هذا تشوف حلقك البلديه ما انت معين ارضيه الكهرباء تاخر ما تجيك تاشيره العمال سمعت نبي السلطان بن سلمان الله يحفظه نعم الله يخليه احاول اقطع كلامك ذي السنه غير عن السنوات اللي راحت بالفعل بالفعل سي راح تنزل الخميس ما ادري ابها دخل فندق الا مصري بكرفته لا يا باشا ما عرف ان الباشا لا ولد الباشا الله يحفظه يطلع كم الايجار عندك؟ قال 700 و800 توقع انه قفل الفندق يوم او يوم ودني افتي لكن عاقبهم ودبهم زين حق هذا الشيء من القرارات شفت لما بيض الله وجهه الله يستر ابو سالم ودنا نسمع منك الله انا صوتي رايح المفروض ما اني ما ابو شرف رشيد ابو شديد صوتي التواضع التواضع لا والله ما شاء الله ابو سالم سالم من اول المنشدين اكيد يزيده من التاريخ هذا عندي وعند اكثر الناس هذا الرجال وشهادتنا فيه محل ما جروحه الرجل اول شيء له فتره ما هو سنه ولا سنتين ولا سنين سنين من يوم عرفنا نظام الشيلات وهو ينشد الله يوفقه ويسر امره وكرموه قبل الشيء الطيب ما شاء الله والله انه يستاهل ناموس ابو سالم وجاله حفل قبل 8 شهور يستاهل ابو سالم يستاهل ابو سالم يستاهل شهاده افتخر فيها تنام اسمع ما جت تنام رجاجيل محاسوبين سمعت هذا تستاهل جاك الثنم من واحد الله عليه ولا شهادته لا تستاهل والله ما ادري ايش اعطيكم يا رب كل شيء زين اعطنا شيء طارف قريب على قلبك في بيتين قلت امرت الحين برا سمعت انت الجو ذا كان احنا برا والله كان ما يحتاج اسمع صوت الماء مره سمعت وخضار وما شاء الله انا احسب انها ديره يا ولد انا اشوفكم في التلفزيون قلت ان دام ممتد ما قلت انا اربع كل ما يجي ما شاء الله تبارك الله تعلم بالعربي لكن تعلم يبغى اخذ الجو اقول طبعا احنا مسافرين في طيارة اخذنا بيجي 10 ساعات انا كتكوت ولا انا اخي فهد وجه له تحيه جعلني معه بندر ولا غيرها الله الله ما انا بندر يقول وفي شله مجهزينها حصريه للبرنامج عندك يا فارس ما جهزتوها موجوده الله الله يقول لتلقى وعفدها
السعودية ليت القواعد في دار السعودية ما تعنى لروحتها وجايتها عشر ساعات في رحلة جوية مع نجامة ونشوق العين خواتا. سلامتكم جميعا. اتوقع انه اشتهر. اي جابوا ناس وايد راكبين والله كلهم منشودين. تكفى يا سيدي تكلم حسين نبغاها منه. قلت صلوا على النبي. انا اخوياي الخوه عجم امورهم الخاصه الفنيه في اعلام مالي دخل فيها. دقيت ابو سالم قال ابدا. قلت واحد من الشباب شراك يبغاها. قال يعز. قلت والله يعز. قال جاتك. قلت والله ما ياخذها. انت تبغاها؟ قال والله هذا عمل وانا مجهز مضبطه. قلت الله يرزق ويزيد. هذا من كرمه وناس اعتبوا علي. قلت هذا عمله حقه ويستاهل وابدع فيه. حاطينها يمكن زودنا فوقها يمكن 8 هبيات اعلنها تصوير فيديو كليب برا. والعيال الحين ما بعد طلعت. هالسنابات اللي برا يبغونها. احنا مبتعدين. انا اوعدك يا ابو سلام. انا اتبنى فكره الفيديو كليب. الله يطول عمرك. تمنى الشغل يستاهل. ابو سعد اخوه سعيد بن يحيى هذا محمد بن يحيى محمد ونعمكم به مصور قنبله في تاريخ التصوير. لا من قصدك يا ابو حور اخوك ولا هو لا ما هو مصور ولا هو ولد عمك سعيد يعود لسعيد. الله يسلمك. اقول اخوك ولا ما لا لا ما هو اخوي. قصدك سيف. سيف اي نعم. سيف الكاس. اي نعم. ايش قلبك؟ مصور ولد جد. اي نعم. لا لا ولد جد. ولد جد كلها قريبه ما هي بعيده. ابو حور قصتك مع يوم سجلت في الجامعه. سجلت في الجامعه انا رجال اول شيء الشهاده دي حاربت العالم كله عشان هذه الشهاده ولكن يقول انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. ما لنا فيها نصيب. لا تخليها تجيبها ان شاء الله. والله ما عاد ادرس حرف. باقي يا ابو انا معي شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله هي اللي تكفيني اموت يا طويل السلام جايزي من جايزي العرب وان حييت على العز والطاعه والدنيا ترى ما تبغى المناصب ما تبغى الموضوع والله يا عمس اشتغل الرجال من انتم تسالون على شيء جوني قالوا في جامعه توها فتحت وعادهم ما قد جا الكمبيوتر انا حسبنا على ما يقولون العرب ويوم جيت للدنيا للقاعات شغاله الكمبيوتر كان تلفزيون جيت عندهم قالوا ما قد لك فتره من يوم تخرجت عود اي والله جيت عند الرجال هذا كان ينتدب يوم الاثنين وظني الاربعاء ذيك الايام يعني يجي يومين في الاسبوع على الطائره دايركت ياخذ جامعتين ما شاء الله قلت يا طول عمره قال انت عبد السلام الشهراني قلت نعم قال الله يستر عليك برا من يحسبني قلت والله اوراقك ما هي كامله والله العظيم ولكن الجبهيه تقتل الرجال والله رحت ما يقولون قال انهزم انهزوم والله فلحت يا طول عمره السلام نلقى رجال يشروك قال ترى الرجال اللي فوق العميد ترى يحب القصيد. ايوه بس. قلت والله العظيم ما عادها فيها حظ. فافدي لك تكفى نفداك المهم رحت مع الرجال ذا وتعشينا عند الله يكرمه ويكرمه يسمع الحين. امين. واكتب ذيك القصيده. المنطقه حاره. اللي الحين فيها. دفى. الرجال قال تبي ترقد معي في البيت ولا تبغي المشب؟ المكان اللي يريحك لاني بكتب القصيده يبغى مشب. قلت لا ابغى ادخل الساحه في دراح ابغى اشغل الساحه عشان ادخل القصيد واضغط اني اسمع صوت كذا تينين هنا تنقلب الدنيا جحيم طفر كيف والله على ما جاك عندك اني طفيته ما ادري ايش انقلب واني ما عندي شكله مركز وشغال لكن موت المهم واطلع يا هذا المكيف ذيك القصيده اللي عليك بس في كتاب القصيده لا في الحر ذا في الحر كم قاعد والله الى فجر الرجال كيف اروح له الرجال راقد ولدي شغله المهم والله ادخل الرجال اليوم الثاني وانصح قلت انا عندي قصيده قال انا ماني شاعر المليون وانا ماني ما ادري ايش قال قلت له حلال والمكيف يمس والله لا اعطيك اياها ان جانت لك فانا ما جانت لك انا عجبني فيك اصرارك يا ابو حور انا انسان ما ينزل ما جاي قد عرض صريت في الهزاماته يا اخو اسلم والله اقول بهاي طول عمر السلامه اوقف قدامه مثل الحصان شاء ونعم قال اعطنا القصيده
اي والله قلت سلام يا شيخ ان قصدته واعتجيبه في اللزوم لزوم ابن الحسن نجمه تعلى واستسرت به سماه قد فاتني رحلة ذهابي ما بقى غير القدوم ربعي مشوا والله يوفق من درس والله عطاه ودي شوف اللي معيب الصف بقسام العلوم والطب ويا الهندسة وانا قاعد تطلب رجاه وانا عرفت اني بذا الدنيا معنا ومحروم غير اعتزينا بالكريم اللي بندرس في حماه دكتورنا محمد مدير الجامعة عندي لزوم وعد عطيته شايبية جعل ذا الدنيا فداه ودي احقق حلم واحلامي غدت عندي هموم يوم احتواني الموج طحت ولا نفع طوق النجاح شتات روحي منتهر زاد العبث به ذا السموم وقبولكم مثل العليل اللي يقرب له دواه قال هات الورقة وقعها وارسب فيها كلها والله العظيم اني رسبت فيها كلها أفرني اختبر الفترة كلها طبعا انتساب لقيت عرفي قال لي على جنب ايش حالك نافذاك وطلق علي في عشان ذاك الليل ايوه قلت جهزت وانا ذاكر قلت ايش انت فيه قال في المستوى الثاني قلت انا في المستوى الاول واثرهم موزعين كل مستوى في واختبر معاه اسبوعين والله كان انا ما عارف يقف الاول طلعت بقصيده بس صح لسانك صح مكيف صراحه جاب شيء طيب الحمد لله انا بستقل المكيف بستقل الفرصه هذه المكيف ترى عندي قصيده في المكيف ذكروني بها بعد ما انا بستقل الفرصه هذه واسال حبيب قلبي استاذ سعيد ام استاذ ما يحتاج استاذ انت صاحب الارقام الاول 29 ارقام 29 9 نبغى نسألك سؤال ممكن يدور للمشاهدين كثير طبعا جواب أنا عندي وجواب وافي كامل لكن للي يسأل اجتمعوا شباب زد رصيدك أربعة في حائل كان عندهم اجتماع قبل تقريبا ثلاثة أسابيع أو أسبوعين سعيد ما حضر إيش السبب؟ سلمكم الله من أول مؤسسين هذا الاجتماع أنا سأب لكم مشي شرواكم شرواك الطيب كان نبي حائل قلت هل حائل والله أني أحبك ولا أقول صورة في أحد كتابت كلم الشباب انتمموا فانا اولكم كفو كفو الطيب الهم نزلت الغربيه ياسر سنان الله يحفظه من يسمع جاه ولد ما شاء الله اسمه هوس يا زينة التمايم حقتهم ورع زفونه احنا الورع نصيح في مسمع لا مؤشرات بناشيد الصفقه ويمشوا ورا يصورونه اي والله انا قاعد ملطوخ به هناك ما دروا ولا عرف انا المهم وحضرت هذا كلام يوم الاربعاء الاجتماع يوم الجمعه الله الله هذا اني بحرك من جده الا اخوي محمد جعلني فداه من يسمع كان ولد انا بروح لامريكا هو جاء شهر يدرس هناك الله يوفقه من يسمع الله ما وانا بروح امريكا ما شفتك يا ابو عبد الله ليومي هذاك تجيني ارسل الشاف يقول قلت يا رجال صل على النبي اخوي جعلني فداه مسافر لامريكا ودي اجي يومين اغثه ما بونس الا بغثه انت مشوا ها وجيت ذاك اليوم يوم الخميس والجمعه والجمعة طيات من الطائف لدبي والله الله تشرف والله العلي العظيم انا سالت السؤال هذا لانه كثير دار في الهاشتاج وناس تسال وكذا فحبيت ان اخوي سعيد يوضح لان احنا عندنا الجواب كافي عبد الله قلبه طيب ولا عنده مشاكل مع احد ولا من النشيطين في الجروب ومن الناس والله اللي يحب الجمع من ستة اشهر يناقر يا شباب متى نجتمع يا شباب يلا نجتمع يا شباب لكن احنا اللي مقصرين لا انا سالت والله في عذره انا اخوكم ولا ايش بس اقول لك؟ مكيف مخترب والجو كاي لا 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 بالعكس هنا مالك كلام مكيف الجو هنا عطنا واحد ان شرواكم دق علي من الرياض قال كيف الجو عندكم؟ وانا صادق سيارتي المكيف حقها مخربان ايش السياره؟ خلها مبهمه اسلم خليك في المتاهات يطلعون على الحقيقه في اسلم فارسلت له بيوت قلت المكايف مخترب والجو كايف كني الا في مشارف سودة ابها مصيف يطغى على كل المصايف وقع للسواح في غاية طلبها رحلها يا أخوي ثم قد كشايف الجمال اللي كسال أرض عربها والمطر والغيم في روس النوايف من بداية عمها لآخر رجابها
والمكيف مخترب والجو كايف كني إلا في مشارف سودة تابا. يستاهلون أهل السودة. إذا قال لك القناعة الله يطلع. أنا عندي مشهب جاني ذا الرجال الله يجعلني فداه وفدا من يسمع جاني ذا الرجال يا أخوي بساطة وجون على كيفك. ترى الإنسان والله ما يبحث واكتشفت إنه ما يبحث الرجال اللي مثلكم وشرواكم إلا عن الطعيب الطعيب الطبيعة. يا أخو بعضهم يجيب بلوك ويجيب مشف ويخسر فيه 200-300 ألف. أبغى الونس وأبغى الرجال يمثلكم. افتح المكان خلي المكان مفتوح. بعضهم يزبط له بيتنا بأربعة مليون خمسة مليون ما شاء الله يحط الهنقر هنا عند عينك. ليه دنيا ونس والله يجعلنا وانتم من اهل العز والله. ان شاء الله تمرونا ان شاء الله. وبعدين عندي طريقه بعد ما يتعشى الضيف نقوم باحياء الفلكلور الشعبي. احلى شيء والله. بعد ما علي من نفسيات في نفسيات ما علي منهم ابد يهضمون ابد باذن الله. الجلسه ذي ان شاء الله نجوني كتوحيد هناك ان شاء الله. والله لو تشوفون ابوه بسم الله عليه ما شاء الله تبارك الله عندهم خمس ونمسي عليه بالخير من اهل التجار. ايش اسمه عندي بنادق يعني من نوادر طبعا هي اثريه على طول البنادق لما حق جدك ذي اللي كان فوق معلقه الله يرحمه يسكنها كان جدي معه بندق وهو معلقه. هذا البندق من حبي لها ودي الثور في راسي من حبي لها يا ولد اشوف الى جاضيه الى جاضيه يطلع من السلامه تقول قنبله شوح. الله الله يا ولد ادخل في مثل مثل الموسيقى فيلم مثل الموسيقى صوته. والله يا طول عمر السلامة واجي ذاك اليوم لكن تراني من فضل الله عندي خبرة في اللي. الله عليك. قلت يود لازم اني اخليه يوم من الايام يعطينيها وانا صغير سن وارمي بها. هو مذن الله يرحمه يسكنها الجنة. هو طبعا عندنا مأذن وامام وكل شيء يعني خطير كل شيء قبيلة وخطير. والله يا طول عمر السلامة امين. واجي يوم قد هو يصلي الله يغفر الدم امين واتخبل عليه في المسجد واحذف البيبان قطع الصلاة وطلع. لا أنا قلت هذا واحد ما يخاف الله يبغى يخرب علينا صلاتنا وقال هي هي طبعا جته واحدة من الحذفات الله يرحمه يسكن الجنة من الحيود جته في ظهر الله ينعم ولكني صغير سن 12 11 لا يمكن 11 والله بقول بها قلت يا جد مالنا للبندق وانت تبغاها هذا والله رايح هيلة يا ابو والله هنا ادخل الله يرحمه يسكن الجنة ونلقط البندق قال ها في نحرها خمس والله صامل بيض الله وجهك والله هو اعمل هاي طلع من السلامة وانزل انا ما قد رميت في حياتي قلت يا جد يا جد اشوفه وانا في طريق وفي اخر غصبه وفي اخر الطريق ذا سكن العامل المصري قال اضربه في صدره الله يرحمه الشيبان الاولين صاملين يا ولد شديدين والله ما بداني اقول بها الا انا في جهه وجدي في جهه والبندق في جهه اظني رجعت على جدي وشوي له صوت هناك والله خفت قال والله انك زبته مصري من هنا يقول من هنا يا عمي صغير قلت الله شو ابن عم هذا بعد هذه قصة الحمد لله اني تمكن يعني انا قدي عندي هدف اقول والله اني لا اجيب اخذتها وعلقتها عندك بس والان هي عندي في البيت بس ما جاب الشهاده سكن الجنه بيجيبها ان شاء الله بدل والله اكبر يا زمان الشهايد عيا زماني لا يهب لي شهاده لو هي معي كاني على الناس سايد حتى عيالي عقب ما اموت سادة رجل سوق القوم كسب الفوائد ورجل غلبه النوم ورخلوا سادة الله يكتب لنا وانتم خير انت من الرجال اللي الشهاده ما تجي ابشرك ما حد يدري ايش عندي ما حد يدري ايش انا ثانوي انا الجامعه انا وبعدين انا بدخل قريب ان شاء الله في الطب اكبر الطب ترى خبره قصيده ما لا تخبر طب شعبي لا اله طب شعبي طب من طبي جاي دكتور قدام حرف الدال المهم العافيه انت انت بحرف الدال نعم ايش قال الشيخ عادل كلبه الله يحفظه غادي اي ايش قال لا في تغريده تديك اي يقول كل من جاء قدام اسمه دال ما هو دكتور يمكن صدق انا ما عندي دال اي ممكن دلخ يمكن امور ثانيه الله المستعان تذكر بها ابو سالم صدق حبين اطرب نفسك لا قال لي ابو سالم تسمح لي سلام ايوه انتم تشتغلون شغل ايش فيكم اتصالات وانت حسين العامر وانت الشباب جاهزين شيء ولا شيء؟ انا دغفته في كتاب عنده فوق الطبلون قريته قبيل والله فيه الحين فاتحين قناه
ما شاء الله ألف مبروك. وفيها مسابقة على مستوى الخليج ما شاء الله. أنا أبغى نحرق الأوراق شيء يمكن ما يقوم لها نصر ما تدري. لا تقول الله الخير. اللهم احنا بنطلع فاصل وبنرجع لكم بإذن الله عز وجل. انتظرونا في حاجة حصرية عند حبيبنا أبو سالم حسين البيت. حياكم الله. نغتنم هالفرصة خلى في الحديقة نستمع القصة بالورد والريحان. هذا البرنامج برعاية جينا جينا والشوق يحدينا في صيف نلقاكم والفرحة تغشانا جينا جينا. يا مرحبا حياكم الله وعودا حميدا وحياكم الله. وال احنا وعدنا بشيء جميل مع حبيبنا ابو سالم. حصري ابو سالم ها؟ اسمح لي قبل ما اتكلم عنها هذه كانت في ديوان وكنت بنزلها في البوم كامل. اوجه تحيه لاستديو الحان والمهندس محروس لاني ما نزلت الديوان تكفل به وعاونني به في الحفل. سمعت وقال انا متكفل بكل شيء. محروس كلف حدود 80,000 اتوقع في حاجه زي كذا. واخذناك يا ابو نواف لاسباب بنزلها على قولتهم سنجل سنجل ما عاد منزلين الحلقه. خلي السنجل يا طويل. هذه اول واحده تسرب من الديوان بتكون عبر يعني احنا الليله محظوظين ومبروكين بال طول عمرك الشيء الطيب ذا والله من كلمات الشاعر ديمان بن وقيان. ونعم ونعم هندسه المبدع محروس. ونعم ان شاء الله تستضيفونه قريب ان شاء الله باذن الله. طيب جاهز معنا البلاي باك؟ أنا اللي نقول لك ودنا تزود دقائق ذا. الله يطول عمرك. ما شاء الله. اسمحوا لي بكلمة. اسلم. مجال الإعلام تعرفونه. وياما ناس أنت قابلهم ولا قفيت عنهم ما خلوك في حالك. والله ثم الله ثم الله حلف ثلاث مرات. في هذا الرجل ولا بقصور في أحد. إنه من أعز ومن أغلى ومن أملك ما عرفنا في مجال الإعلام. والله يا أبو سالم. يا ذكره طيب. في وجهه وفي قفاه. وإنه والله ثم الله لو طلبني أحد إخواننا ما يغلى عليه. شراك وشرا من يسمع. ابو عبد الله الله يطول عمرك وشهادتك ذي وسام خاصه قدام الملا وقدام ملايين. والله ما ودي انك لا تقول ولا ودي انك حلقه تصور. انا ودي اني امدحك ومجهزين فيك قصيده لكن والله ما تسمع هذا. والله من طيب تلقى عند الرجال ذا يستاهل. والله تستاهل الطيب. نفتحها ونبغاك تجاوب انت. الله ربنا يعليك. والله النفس فيها من بسالك ثلاث اساليب. بسالك اذا كنت فعلا طبقكم ذا ولا شيء. لا هذه قصه الكور الشعبي تركي بيض الله وجهها ثلاث ايام ماكلتنا ما شاء الله تبارك الله. ما حم ثانيين ولا حم متكلمين لين تسلم رجال. بسم الله. يا سلام. نفتح نشوف. دقيقه نجيب الله ربنا يعليك. بدون لا لا هو لا هو زين فما عليك. اذا عريك والله انا زين. اذا المهم اذا عريك اعطوني ملعقه لو سمحتوا. ان شاء الله. لا الله يا ولد. لا 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 انت بس يا ولد ما همنا الا البنادق المركبه يا اخوي. ما شاء الله تبارك الله. انا ايش اسمه ذا؟ والله ما اعلم. عرفت؟ لا ابغى كل واحد يقول الاسم. اكلات جنوبيه. نشوف لحوح ذا ها؟ لحوح قطايف. نبدا من عند ابو عبد الله. ابو عبد الله عطنا اسم ذا. خندق ذا هو ذا عيش ولا مثريه ولا لا لا هذا ظني لا لا دقيقة مبثوث. سلمت ايوه وانت سلمت. شوف كيف اسمه عندنا غير يسمونه مبثوث. متاكد ايش تسميه؟ لا لا هي اكلات أيوة. جنوبيه يا ولد صبيع. لا استخدم السامي عطنا عطنا ايوه ايش تسميه ايش تسميه؟ خلنا نشوف هو عيش معصوب هذا بر وسام اسمه يا اخي اصبروا على لا لا احنا بناخذ العلم من انتم تعرفون ولا لا؟ احنا سوينا اعلان والله انا مره اشوف هذه اي والله بس علمني هذا اللي صار من جهه في الرياض ولا في ابها؟ هذا الرياض في الرياض ايوه ايوه هذا ربيان هذا ربيان لا يا جماعه جنوبيه يا اخوي الهسم عندي غير ضيعت عدل لا هم محض ولا هم مدري يا اخوي ذا اسلم ابو اسلم هذا ربيان انا اشوف انك خبير يا ابو سالم مره مره وهلنا جيران ولا ما يحتاج اسمع ما ادري والله شغل عندكم شغل غير طبيعي ما شاء الله صابيع مدري ما القطع مربوط الله عليك الله عليك صابيع يا اخي ايش اللي ما اشوف لا والله صابيع اول مره اشوف الحين الله يا رب قول لا اله الا الله في لندن نعم نعم لا هو يقول نعم هو مرقوق عيش عصيده عريكه هذه مره اشوف والمشغوثه والله انزين لك فاتك قبل ان شاء الله انزين لك وش هي؟ اعطي رقم ام تركي تكفى ابشر بسعد الورقه عندك اعطيتك اياها موجود؟ موجود لا لا عندك لا لا عندك 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 لا لا احنا اعطنا ام تركي الله يجعلك انت من جابك في الجنه اي والله جدي حسين سلام هذا وش؟ ام تركي ام تركي اللي موجوده في الرياض عبد تك
يوصلون المكان اللي عاد ما ندوق يا طويل العمر من قبل. لا زلها. عطى ملعقه يا ابو عمار. في شوكه اعطوني شوكه. لا طلباتك مره صعبه يا اخوي. احنا يا اهل دبي بشوكه ناكل يا ريال. والله في نعمه نقول يا الله ان الله يجعل لا يجعل لها زوال. الحمد لله ان الله يغفر ذنوبنا وذنوب اليوم وانا ما غير. انا اراهن يا ابو سالم انك على طول بتعلن. على طول ما شاء الله على طول. بسم الله. والله انا ايد اليسار منتجه. سمعت الله يرزقهم اغلى نفسه ما احتاج لاحد. تاكلون يعني يسوي اعلان بعد الاكل ما بقى شيء. اي والله اليسار منتجه يا طويل العمر. ما شاء الله تبارك الله من تركي. اجلك انت من جابك في الجنه. امين الله. بحط حساب هذا الحين في الانستغرام يا اهل الرياض. ما شاء الله تستاهل و تستاهل الله يعزك. شغل طيب. ارجع على ذي الله يسعد امها ما شاء الله تبارك. وين؟ ذي ملاقي عادل. ما اعرف والله انه طالع من ذي. من ما اعرف من شيء. الحين احنا على الهواء. اما ذي والله الحين على الهواء. ما تكون اي والله. يعني والله ابو سالم احنا الوضع قلطه قلطه يا ابو سالم. شوف ابو ثور على الهواء. وقلنا فاصل يا اخوي. ابو ثور ابو ثور كذا ياكل من بعيد البعيد. ما عليك. حركات واقرص البنادق المركبات من هنا ومن هنا. بنادق مركبه. بسم الله. جلب بالعافيه. كيف يا ابو عبد الله؟ في كرك؟ يا سلام بعد حاول انك ما تطلع يعني هل دبي كرك احنا؟ والله شاهي شلون يا اخوان؟ يا ترى انه زين ما شاء الله شاهيه معه. ايش عندك ما دامك تتكلم عن دبي ومدري ايش عندك في دبي؟ ها تعال دبي انا؟ ايش عندكم من اكلات؟ خلنا ناكل دي دقيقه اكلك يا ابو حوض سم يك سم والله ماني احبها ما ذي. ليه؟ والله ماني احبها شنها من ايدي؟ لا قولي ليش؟ ليش؟ مليان تندسم اياه عسل وهذا وش هذا؟ والله عسل يا ولد عسل عسل يا ولد. انا استاذن لا والله ما تروح. لا والله ما تروح. خلاص بجيب وانا جاي قلت ابو حور بيعلمني. ماني اكل ما شاء الله يا ابو حور السناب عندك نشوف شيء انت شفت؟ اعبر من ذا غير من ما شاء الله. والله اني مره صورتها واني ما مشيت الا في المستشفى. عين ولا يا اخوي واحد يقول ودي بها تكفى. اقول كني في المستشفى. على طاري السوالف ذي اخونا يزيد الراجح الله يحفظه ما يسمع ما شاء الله هو شخص يعني يظهر اللي يملكه. احنا الان الحين بحياتنا العاديه نظهر اغلى شيء عندنا. هو ما شاء الله يظهر اغلى شيء لكن مستويات تفرق. ايه في الناس قابلين عليه انه يهايط منه. كنت ذاك اليوم ما احد قال يزيد الراجح يصور من سنتين ولا جاء شيء. وانا صورت صاموري اربع ايام في المستشفى. اه عنده اذا انت اقنعت عيال عيال الامريكان الواحد كانه ورده. منهم؟ عيال الامريكان دول الخوارج ولا فيهم شيء. الامريكان يا مالو. وعيالنا الواحد كانه جرف وكل شوي مريض في المستشفى. مغذي مغذي. والله اعلم. والله الواحد انه يذكر الله سبحانه وتعالى. اقطع كلامك ترى سعيد يعني ما ذوق حزنه. ترى انا عزيتك يا اخو بعد بعد الكلام بس صراحه حسين اذا انشد هذاك الليل ما ارقد زين والله خلاص فلم. لا الكلام النقطه اللي قبل شوي تكلمت عن يزيد الراجعي عجبتك اقنعت اليوم هذه زين صدق نتكلم عن صح يعني حد الحين ليش ما حد يتكلم؟ بساطتنا وامورنا عاديه. هو يظهر بساطته وحياته بالفعل. الحين قدك بساطته ذيك لا حياته هو حياته العاديه. اذا ما فيها لا حياته العاديه فيقول لهم متبذر. يقول واحد اخي فرق المستويات ان مستواك هذا الحد الاعلى هو الحد الاعلى كذا. قلنا الله يرزقه من يسمع. ابو حور لو يظهر ما يملك نعم انا متاكد شلناه من الارض شيل وده هناك والله انا الله يرزقه من يسمع. اللهم على طاري دبي ولا بقصورهم في احد والله ونعم بهال دبي يستاهلون. انت يا ابو عبد الله لك فتره الامارات ابو عبد الله لك فتره انت في دبي الله شو وضعك هناك ايش معك؟ يسلمكم الله صار لي شهرين مستقر هناك او ثلاثة الحمد لله. انا وقعت الحمد لله مع قناة الضفة الاماراتية اللي مالكها الشيخ عمر بن زايد الله يحفظه من اسمه. وحن سبحان الله السعودية لا طر زايد حبيناه باللي فيه حتى لو في عداريب حبيناه. فوقعت معهم برنامج ان شاء الله. ما شاء الله راح يبدا برنامج بعد 18 يوم باذن الله. يا سلام. اي أيوة والله هو البرنامج طبعا فكرته مبدئيا ان الان يسوون برامج استضافة نجوم او مؤثرين او زي ما يسمونهم مشاهير يكون اللقاء حقهم بداياتك وكيف وماذا فعلت. قلنا احنا متابعين هذا الشخص النجم نعرف علومه كلها. جلست انا مع طبعا معي جروب خاص بس الله يجعلني فداهم ما اسوي شيء لهم معاي نراجع في بعض ايش نسوي ايش نفعل. كنت نبغى فكره نستضيف فيها تبي اقول يسمونهم السيناريت العصف الذهني. ايه ايه
فقلنا نبغى برنامج نستضيف نجوم لكن بشيء يفيدهم ويفيدنا ويفيد الناس. مثلا لما يطلع النجم بهذا الروتين ممل مكرر، لكن لما يطلع بشكل ايجابي قدام الناس. فكره البرنامج انا ادي الضيف عطنا يعني اهم قضيه اجتماعيه في نظرك. قال والله مثلا سوء الظن متعبتنا على خشم، نعد اعدادنا على سوء الظن. الان الجمهور شافه مثلا النجم فلان من فلان، مثلا الشاعر او منشد، ينتظرون منه قصيد. لا ما في قصيد، هذا الشخص جبته في قضيه اجتماعيه بشكل مبسط ناقشها الجمهور معنا على هاشتاج، نحاول نصحح الشيء الكثير منها. جميل، سلامتكم. قبل ان شاء الله 18 يوم باذن الله موفق يا ابو عبد الله. امين، ويهمنا متابعتكم. انت جميل وما بتجيب الا الشيء الجميل. لان جاكم صراحه الفكره، اسمع امدح الرجال يا ابو حوره دقيقه اسلم. الفكره وال يعني النظره الجديده في الموضوع انه اغلب الناس تستضيف جانب معين. كيف بديت؟ ايش كنت تدرس؟ ما ادري ايش. الان الفكره اللي طرحتها جدا جميله. عطنا قضيه اجتماعيه، موضوع اجتماعي يتكلم فيها من وجهه نظره هو، من وجهه نظره هو، والجمهور على هاشتاج معه، ومعدين مع جمهور الشارع الاماراتي لقاءات معهم. سؤال جميل، انا السؤال استفتاء هذا هم يجاوبون، ونهايه الخلاصه نطلع باستبيان. الله يرزقك من اول متابعينك. الله يجد عليك من اول الداعمين لك. يا رب العافيه. لا 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 الله يعليك على قصيده بحطها فيني انا؟ نعم اشوف راح الشهر وانا على سعيد شافقان، اظن ظرف حيره لا يجيني، عمرت لاجله ساد سركان الايمان، من شان ينزاح وانا من كنيني. سلمت الجميل. سلمت 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 صح. سلمت. اطلع لي هناك في التلفزيون. نعم كذا، وبجيب لك بالاماراتيه. انا احب يا ولد ما شاء الله تبارك الله عندهم فلكلور شعبي غريب يا ولد. لويله. اي والله. اشوف تعرفه؟ ما يا اخوي اشوف شايب يصيح. بين بين مجموعه مبروده هذين. يا ولد يصير. انا اسمك مدلي عدلك يرمون بالسلاح. خل ماذيك اليوله مثل اليوله. اليوله هذا به في كبد السماء يطلع من السلامه، هو سبحان الذي يقطبه بين السحاب. سبحانك يا ربي. سبحان الله. ابو عبد الله تبه مبطي من شاشه بالبدايه، هل في مشاكل مع الاداره؟ انت غلا. لا والله شوف انا دائما منشن عندي شغال. ها طردوك بدايه، ها ما عاد يبونك. اولا مالك الشيخ عبد العزيز اخو وقريب وتبينا تواصل، اخوي سامي الجوعون يجي عندنا في ده الاعداد كلهم. اخر ما كلمني سامي قبل شهر قبل رمضان عشان موضوع مكه تجمعنا، وانما سبب عدم ظهوري ما عندي شيء جديد. قلت لما الشخص يعني وجهه نظري لي انا شخصيا اني اظهر بحاجه مكرره يعني مثلا سوالف يوميه او مثلا السلام موجود، الانستغرام موجود، يكفي بدل الشيء هذا. لكن يطلع حاجه تزيد في مهاراتي في تطوير للذات ولا ما اطلع يعني الامور طيبه. لا الحمد لله الامور طيبه. وهذا اللي عهدناك عهدنا عليك ابو عبد الله، قلبك الطيب. ما عليكم زود. انا كنت في لقاء قناه الرأي الكويتيه قبل شهر ونص، ولو اني مع الناس قالوا انت بديت تتخلى عن بدايه، مستحيل بدايه لها الدافع بعد الله سبحانه في انطلاقتي، وهي اللي يعني محطه من محطه انطلاقات الحمد لله. وذكرتها قناه الرأي اني دخلت برنامج رصيدك قناه بدايه، واللي ما يذكر ماضيه ما له حاضر ما له مستقبل. لانك انت الان مثلا مثلا مجال الاعلام او غيره مثلا نواجه منشدين شعار، ها كيف بدايات كيف نار. والله العظيم اني جلست لوحدي وكنت هو كذاب، دعم فلان ودعم فلان ودعم. طيب لو ذكرت اساميهم ينقصك شيء؟ لا بيزيدك عزه ورفعه عندهم وعند الله سبحانه. ما نكرت المعروف حتى هم يذكرونك بالطيب. يعني مثلا لا تخلي مثلا الشخص فلان يقول بعدين ما طلع فلان لا ولا ذكرني. لا يا اخوي اذكر اسمه بيض الله وجهه وجعله يسلم. جالك تقدر حاجه ترد الجميل لهم رد. يعني قناه الرأي مثلا متابعين من الكويت من الدول العربيه البعض ما يعرف قناه بدايه مثلا يجهلها، ذكرته وافتخر بالشيء هذا. يعني اتابع قناه بدايه ارد شيء من الجميع. سلامتك هذا من طيب اصلك. اما قفلته باقي بدري ابو عبد الله. انا منعته قبل سالته قد هو هاجم. اي أيوة والله اي أيوة والله ابو حور الله يجعل ايش قصه؟ نبغى نسمع قصيده البدايه. عندك قربان
بس اني ماني احفظها، خلني اشوف هنا. ايه قول صراحه انا يعني اعجبت في الوصف اللي جبته. الله يطول. انا هو قايلها مصلحه. لا هو انا ذيك الايام قلت ها، وانا ما احب الغزل، ابغى اشد الناس وفي نفس الوقت ابينها يعني يجي لها نتيجه. ما عندك غزل؟ ماني احب الغزل. ما تقدرون تدرون اسلم الغزل مثل ما تقول خاص يعني. والله ما يهمك الا ابو عبد الله. اسلم قلت بسمك اللهم من يحيي العظام وهي رميم. بسمك اللهم من يحيي العظام وهي رميم. روف بي. بسمك اللهم من يحيي العظام وهي رميم. روف بي لا جيت لك واجبر فؤاد امي وبي. وادمح الزله لعبدك يا لعله يستقيم. وارزقه من غايل الجنات حلو المشربي. وارحم اللي صوبه سهم المحبه في الصميم. وانقلب عقبه عطيبا في الهوى ومعذبي. والله يعين المولع لابتلش في حب ريم نادره وفي مقابلها توحاش الضبي. والهنوف اللي خذت عقل المواطن والمقيم. عيط موسى لا نظرها الشايب يعود صبي. نشهدنها منوة المحروم وعلاج السقيم وفي محياها تشوف أصل الجمال اليعربي. كانها نجم قبل عامين في روض تخريم يوم شفته قمت أصلي الفجر قبل المغرب. كانها نجم قبل عامين في روض تخريم يوم شفته قمت أصلي الفجر عقب المغرب. أحسب أنها أصبح علي الصبح في حال النعيم وأثرها طلت محياها عريب المنسب. والعيون الزرق مقواها وانا جرحي قديم جل من صور حلا نجل العيون الهدبي. غاده مضمارها ما بين زمزم والحطيم نهجها نهج البخاري والحسن والقرطبي. حاشا ما هي من بني الانسان والله العظيم جادل تفتن ولا هي ضمن لباس العبي. يعجب اهل الدين ملبسها ومنهجها السليم. يش نشهد انها فخر للمسلم وغايه مطلبي. قد عرفت ويش قصدي يا مزبنت الغريم واضح مثل البياض اللي غزاني بشنبي. هذه شاشة بداية راعة المد الكريم الأثير اللي سبى روحي من أعماقي سبي. والقناها اللي انتقت من كل ذو علم عليم هادفة ولها جماهير تفوز وتكسبي. والبداية مثل ما يبدأ به الذكر الحكيم في النهاية ذكره. صلوا على طه النبي. سلام الله وجهك. الله وجهك. الله يطول منها. أنا وجه الله امتعنا بها أبو عيون الزرق. هذا مشكلة. اي والله عيون الزرق الشعار الأزرق. الله الخيمة في الخيمة أيام زد رصيده كم تعنى بالقصيدة. عز الله بروده والله ما انساها يدخل قبري بروده. اي بدك تحت الصفر ظني تحت الصفر تحت الصفر. قشطة جيتهم يوم اللي جايكم يوم اللي جايهم معناه صاروا وتلفت في درجة الحرارة لهي 11 يوم خذينا ظني 10 كيلو لهي 9 يوم طلعنا من الرياض لقد هي 7 انحس والله العظيم اني داخل ان القناة وانها 3. لا اله الا الله. وهذا الرجال معي ما يمكن ان شاء الله مكيمات. يا ولد لا اله الا الله. حق راتب الواحد الخيمه والمصور برا. والله مصور لكن طلعت الصوره واضحه. ما ادري اوه ما يمشي الكاميرا. حتى قال ما زكى قال الغامدي قال ما ننسى المصورين فيهم ما قفل اعلم بالله. لكن جابوا لنا لا لا المصورين صلاه مليان جمر مدري صناعي مدري شو انبسطنا. هذا كان جمر امور طيبه. ابو سالم سلم. عندك تغريدات طيبه فيها حكمه وفيها شيء ودنا نسمع عنها تغريدتين. تويتر ليش؟ تويتر جه مرض ترى. خلي تويتر هي تعتبر زي هي بيتين يا طويل العمر. فايده بس اللي بيعطيكم يعني يقول هذا طبعا نصيحه هو له بشرط المنشد لاي واحد مشهور انه كون له قاعده جماهيريه يا طويل العمر وبعد قام يتكبر عليهم ولا قام يكلمهم طريقه في التليفون. هذا ازعجني جاني يبغى مصلحه. سمعت وانا عندي مبدا من دق تليفونك كان داق باب بيتك. كفو. سمعت فيه يقول ابى انصحك يا المنشد الوراد ابى انصحك يا المنشد الوراد تواضع وخلى الكبر والغي. قل لي وش تساوي من الاعداد من دون حب الناس ما انت بشيء. حب الله. الله بيتين واتمنى ما تعزل. هذه في الصميم. الله. وفي واحده ثانيه يقول والله حسين ذي. في واحده يقول العب ليس يا جاحد الوقفات لا تقول وش هي
يا جاحد الوقفات لا تقول وش هي معروفي أكبر من جمايل وخذ حك أنا وفيت وسود الله وجهي وانت هفيت وبيض الله وجهك. بعد التغريدة حذف كل المتابعين لأن أمتابعهم. في طلب من المتابعين لك. سلم. أنا والله إن شاء الله أنه هو مدري هو متابعي ولا حد خاص. لا متابعين. أنا أبو عبد الله حولك. أبشرك من المتابعين. واتس واتس شبه. من المتابعين ومن محبينك يعني ما اي والله اتوقع انه يعني ما ادري هو البيت ذا من عندها او انه سمعه لك يقول يقول لحسين نبغاه يشل زامل يا سلام الله سلام المثنى عد ما هلت مزون الخليل هو لك طبعا وانك تشليته اي اجل بس عد ما هلت شبكه الشريحه على طول جهز نفسك في طلب ثاني تبغون ينشد ابو عبد الله ما علي انا بوريك يا سلام الله سلام المثنى عد ما هلا تمزون الخريف في لزوم لدعانا الخوي ما ادري ايش يقول بنت عنا ما اعتذرنا خاب تم الضعيف يقول زامل الله 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 يا سلام الله عليك ممثنى عد يا سلام الله عليك ممثنى عد ما هلا تمزون الخريف في لزومك يا الخوي بنت عنا في لزومك يا الخوي بنت عنا ما اعتذرنا خابت ما ضعف سلامتكم والله اني ناسيها لكن وجه لها تحيه ايا كان والله يبيض وجهك نصر الزامل سمعت معلومه نصر الزامل شيلات او انها شيلات او انها وسمعتها من قبل سنه من سنه ونص انا سالوني يقولون اكثر من شدين يعني من يام ونعم ومن قحطان يقولون ليش الساحه اكثر قلت يا اخي الشله هذه تراها في الفلور يعني عندك الزامل هذا يعتبر شله يعني يقولون نشوف انها بزران ياميه او الجنوب بشكل عام بس ان السؤال جاني على سبب ان اكثر الشباب اللي معنا من القبيله من غير قصورهم في القبائل الثانيه فالجنوب يعني من يوم احنا عرفنا انفسنا الدندان الهياد المسحوب الزامل من ايام سمعت بالفعل مزروعه عندنا فطلعت منها لون الشله يعني لو تجي واحد من الشمال او من هالنيد وتقول عطني ما عند ما عندهم الالوان هذه الا لون الدحه سمعت ولا يجي من ضمن الشله سمعت طورناها سمعت ولا لو تلقى لك بزر يامي ولا من هالجنوب عمره 5 سنين 6 سنين بيعطيك اي شله على طول سمعت هذا اللي سبب التميز ان الشله انها في الكلور اصلا ممتاز حتى مرات في لما اروح زواج مثلا في الرياض ولا ومع ناس من برا الجنوب يقول ندخل في زامل نلفي على اخوياه يقول هذا السلم ما هو عندنا صح اذا تشوفون يعني السلم زين بالنسبه لكم حياكم الله ما زال لكم انتم لوحدكم لما نجي نحفظهم يتعبوننا اي صح يتعبوننا لانه يحتاج نفس معين صح صح تعود سبحان الله البيئة اللي زام اليوم سبحان الله شدة عندهم عالية يعني انا كنت اول في نجران 4 سنوات اتشرب باخوتهم الله يسلم مقدارك ابصرهم في احد لا جا الزواج لا تعب قول يا عيال ما شاء الله قال انت تطقطق على الناس اللي يجوا من برا الجنوب بالزامل حقك حطبقه معه لا والله صدقت صدقت اي والله روح الزاويه هناك طبقه عاليه نفس تراعي اللكسس الله انت يا اخي تناظر في الجانب البحث من وراك من لك طموح وعليك جزاه الله يمسيه بالخير ويتابعنا هذا الحين بيض وجهه لكن خليك منتبه معي وش اسمه؟ رجال خله مستو رجال قال ابغى يخوتك والله ما نعم بهبكم استاهل ايش عندك؟ قال انا ابغى اشتري لي جيب لكسس جديد من الرياض ذيك الايام توها وردت النقل الفوري الورقه ذي اشتروا وسر قلت ها والله اني ابغي لي اكسنت وانا صادق قال مرحبا نف مشينا انا وياه ويوم يطلع من السلام وصلنا الرجال اطرح بيدخل على المعرض وبيطلع صفر وانا بذيته بذي الاكسنت كم ذي يا ولد ارتفع ضغطه راح العشي وهم غير ندرج تو اكسنت هو قد خلص لزومه هو قد لا هو باقي معي ما يبي يقضي لزومه الا لين عشان ما يحط قال اقول
كب ذا ارتفع ضغطه كب ذا الاكسنت وهذا السيارة الضعيفة المدري ويش والله جات شيء خاطري اقول لك قال معك وش لزوم نعود الديرة الله اقول بهطلع من السلامة وناخذ على معرض هناك الله يستر على ذاك المعرض وناخذ الموتر واعطاهم دراهمهم وكذا والله ونجي راجعين والله راجعين ما شغل مكيف الا في الدواسر شلون يمشي يقول بيخرب يبغى يمر ما درانا انه شغل الله يرزقك ان شاء الله بالكيس. المهم فعود غني قال يعود هذا ايش عندك ميلك بيوت قال قلت وهي بصوت قلت بالله بالله طيب الفتى هذا اليوم ما قرون بملي الكفوف وليتا حكا هو قل المال ما حد يسمعه ودرب الجمايل والوفا والطيب واضح ومعروف عند النشام اللي على نعم الطرام تربعه وظروف بني آدم عنيده لو تطاوع الشفوف كان الفرايد كلها تزهى طيب ومنفعه لكن لهي من طيب وكان عين ما تشوف إجاك الدنيا بها لكنها لزت معه ضاقت على موسى وقد البحر رهبه وخوف فرعون يسعى والغرق والناس ترقب مصرعه ملو تجبر بالإله الخالق الحي الروف اللي تجلى في علاه ويبدل الضيق بسعه طيب البتا ذا اليوم ما قرون بملي الكفوف وليا تحكى وقل المال ما حد يسمعه سلام في الجميع سلام سلام الله وجهك الله يديم الله حالك عود شرى لك سنت والله الله يمسيه بالخير اشترى سنت هو شرى هو وين بغيت اشتري مستخدم شرى انا وكاله هذيك الايام كانت رخيصه اي نعم اقليه ذا الحين اللي في غر الان فين انت لا ذا الحين طيب بس ابو عمار ما ادري عندك مشاركه عندي مشاركه طبعا ما شاء الله تبارك في وجود شوف يقول في وجود الشعراء يتحمس الشاعر ولا اللي عنده طريقة. احساس الشعراء بس نعم. انت مبدع في غناء وفي وجود اهل الشيلات والمنشدين يتحمس اللي صوته زين واللي صوته ما هو بزين اقول ابيض وجه اي والله وفي وجود اي والله في وجود الطيبين يتحمس الشاعر والمنشدين ويكتبون فيه الله ولا لا نعم طيب هذه عشان الوقت ابو عمار باسمي واسم الشباب الموجودين ونعم وشلوا معي اخر بيت ابشر هذه اهداء مني لكم طول عمرك اخر بيت على الطرق يا لا 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 لي يا لا 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 يا لا 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 قلبي ورا العرق والوردي على ظهرها يا رعب عب الله يلا بسم الله عب هذا الجيل ذا الليلة يا الزاهلون العيد لا تنشدوا ليه بالتحديد بوجود فرساننا الليلة بوجود فرساننا الليلة ذا الليلة يا الزاهلون العيد لا تنشدوا ليه بالتحديد بوجود فرساننا الليلة بوجود فرساننا الليلة يا سعيد قلبك خضر يا سعيد ونقول جعل السعيد سعيد وكل شهران يدعي له وكل شهران يدعي له وياك يا حسين آل البيت دندن بالأبيات والتغريد ما فيك يا صاحبي حيلة ما فيك يا صاحبي حيلة ولا أنت يا الشاعر الصنديد بحور مثل البحور تزيد نضحك لشعرك ونصغي له نضحك لشعرك ونصغي له ذا الليلة يا الزاهلون العيد
لا تنشدوا له بالتحديد بوجود فرساننا الليلة بوجود فرساننا الليلة وسلامتكم. أنا ودي أني شاعر صراحة إن شاء الله أنك ولكن شاعر ولكن بإذن الله عز وجل دائما أخويكم في المكسب والشرف. أي والله وحن ودنا والله نطول معكم يعني من جابك في الجنة الوقت هل في وقت جدا يحرمنا والله ما عاد فيه خلاص التكفيل. طيب هو يحيى عندي رسائل خفيفة سلمت توجب علينا. الرسالة الأولى لوالدي الله يعطيهم العافية طول أعمارهم يتابعونا الآن. والرسالة الثانية فهي للشاعر الإمبراطور محمد بن ثايب وأرجو أنهم يدعون له. والشاعر شاعر النظم مناحي أبو شعرتين أسأل الله أن الله يشفيهم ويشفي الله كل مريض من مرضانا ومرضى المسلمين. الرسالة الثالثة بقلوب مؤمنة نعزي أخونا الشاعر معجب بن هادي في وفاة ابنه هادي رحمة الله عليه وأسأل الله أن الله يجعله من ضيافان الجنة وأن الله يبدله دار خير من داره وأهل خير من أهله. نجبر قلوبهم والله يجمل حالكم جميعا. الله يجمل حالكم. كما نختم أبو عبد الله أيوة حد الجنوبي دعوة منكم عطوهم. نسأل الله عز وجل في هذه الساعة أن الله ينصرهم وأن يرميهم وأن يحفظهم وأن يعجل بنصرهم وأن يردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين. يشهد الله أن قلوبنا معاهم وكلنا المصاب والألم سواء صار شيء والفرح لو صار النصر أنه واحد. نسأل الله عز وجل أن يردهم سالمين. نودنا نطول معاكم والليلة والله أنا متأكد أنها ماتعة لكن بيض الله وجيكم وجمل الله حالكم. انا بس بختم ختام هنا خلوكم جالسين خذوا راحتكم سوخوا لا خذوا راحتكم دعناك الله نبدا طبعا ان شاء الله. وين الحلو يسار ولا يمين؟ ايوه احنا ان شاء الله باذن الله عز وجل قارب الوقت انه يختم وصيف الجنوب قارب يخلص فباذن الله عز وجل بكره يسار هذه 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 ايوه. المهم نسأل الله عز وجل يوفقنا وياكم بكرة آخر يوم معانا والله ودنا نطول معاكم في أشياء أكثر وضيوف ومن هالقبيل. بإذن الله عز وجل نشوفكم في آخر يا حبيبي نشوفكم بإذن الله عز وجل في وقت آخر وسلامتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالورد والريحان نغتنم هالفرصة خلنا في الحديقة نستمع القصة. بالورد والريحان نغتنم هالفرصة خلنا في الحديقة نستمع القصة. جينا 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 والشوق يحدينا في صيف نلقاكم والفرحة تغشانا. جينا جينا والشوق يحدينا في صيف نلقاكم والفرحة تغشانا. بالورد والريحان نغتنم هالفرصة خلنا في الحديقة نستمع القصة. بالورد والريحان نغتنم هالفرصة خلنا في الحديقة نستمع القصة. جينا 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 والشوق يحدينا في صيف. هذا البرنامج برعاية